نبقى نحن، فنحن وانتم نبقى نحنين. خلاص هنبدأها بشكر. قوم يا بنات، قوم يا سعاد، قوم يا رزانة، قوم يا محمد، قوم 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 يا اسماعيل، قوم يا بيان. تعال فين يا ويقة؟ فين زيكو؟ وفي اثنين من الشباب من عندنا في بريطانيا، اللي اقول انا طبعا بشكر كل هؤلاء الاخوات والاخوه، لان من غيرهم ما كانش هننجح، وان شاء الله احنا هننجح. زائد في الاخ حمادي، حمادي ارفع ايدك يا حمادي، ارفع ايدك. هو اللي مرتب كل الزوم ده على حوالي 16 او 17 او 20 دوله. وفي اخت ارضى من اكاديميه الرواد اسمها اميره او مشاه من هي اكاديميه الرواد، فاطمه حسي، وكذلك هاجر علي بريطانيا، وبعدين المغرب، وبعدين كذلك هي اميره في الحته اللي جنبها الطيب اسمها ايه؟ مش الحنيه. يعني أميرة من الحنية، وحمادي من المغرب، وفاطمة وهاجر من بريطانيا. والشباب اللي واقفين قدامكم دول لازم كلكم تحيوهم بإجلال وببركة منكم إن شاء الله. نبدأ معاك يا حمادي عشان يعملنا العرض اللي هو آراء الناس في الزوم. انا عملت صوت الاسبوع ده. ايوه الصوت الاسبوع. اتفضل اتفضل. فخر لك ان اعمل انني ان تعمل مع احمد. اتحرك الإخوة في زوم، أكيد أنكم تسمعونني، أنا الإخوة في القاعة. أيوة أيوة، صوتك جميل. بطبيعة الحال سجل
غامبيا اريتريا وغيرها على ان يتم اوروبا فرنسا المانيا اسبانيا وبطبيعه الحال من اليمن السعيد وكان له حضور سعد ان شاء الله تعالى في هذه في عبر الزوم. المنظمات التي ينتمي اليها المحاضرون المشاركون عبر زوم هي من اليمن المتحده اليمنيه الدوليه الحكوميه الجهه المنظمه مشكوره الاصول الانساني ايضا يور المؤسسه الطبيه الميدانيه مؤسسه انا من اجل بلدي مؤسسه استدان مالكيه القدرات ايات الرحمه الخيريه رامون فونديشن تنامينون للتنميه المستدامه رفع لتنميه حقوق الطفل بسيكياتريك كير ديفلوبمنت فونديشن مؤسسة نور الإبداع للتنمية والأعمال الخيرية منظمة رفع ذكرتها ائتلاف الخير للإغاثة مؤسسة بنك الطعام الهلال الأحمر اليمني ثم جمعية المشاهير الخيرية هذه كلها شارك عنها مشاركون بالزوم من سوريا أعطاء الإغاثة الإنسانية منظمة كير من السودان جمعيتين الإحسان والاتحاد من تركيا أكاديمية الرواد وجمعية عطاء بطبيعة الحال للنقد الحياة الخيرية ثم جمعية خيرات السند الخيرية من قرغيزستان من الكويت الإيكو جمعية مناطق القرآنية جمعية بلد الخير ثم فريق بصمة خير التطوعي وهو التابع للهيئة العالمية الخيرية الإسلامية وممثلة متطوعة للهلال الأحمر القطري من قطر. من المغرب مجموعة من الجمعيات الحقيقة جمعية الدرعة للتربية والثقافة الوطنية الاجتماعية جمعية الأندلس للأعمال الخيرية ثم هناك مراكز بحثية مركز معرفي تدريب واستشارات هذا مركز تدريبي جمعية قضاء الفتح للتربية الأمية جمعية الأندلس الجمعية المغربية لكفالة اليتيم الهلال الأحمر المغربي جمعية الخمساء للتنمية الاجتماعية ثم جهات جامعية كلية العلوم القانونية المحمدية ومركز التعليم الدامج والمسؤولية الاجتماعية لجامعة القاضي عدنان بالمغرب. من ألمانيا مشاركة لجمعية الجمعية الألمانية المغربية لكفالة اليتيم طبيعة الحال من العراق من الجزائر من فلسطين من لبنان من الصومال من إريتريا هذه كلها منظمات محلية السنغال مؤسسة بلاد بن رباح من غانا مؤسسة التعاون ومنظمة الرعاية. إذن هذه عبارة عن المنظمات التي ينتسب لها المشاركون عبر غرفة زوم. تقييم الجلسات أمر سريعا إذن هذا تقييم جلسة افتتاحية وأزيد من 92% خوف معدل 4 على 5 تقييم الجلسة الأولى الثقافة الهجومية وكمية الموارد مثل ما تشاهدون تقييم الجلسة الثانية أن الحصول على المنح الدولية أيضا كان فوق 66.7% معدل كامل 5 على 5 تقييم المحاضرة الثالثة للإعلامي أسعد طه أيضا كان فوق 94% 96% فوق معدل 4 على 5 تقييم الجلسة الثالثة يعني كلما ترون أيضا فوق 91% كاملة 5 على 5 تقييمات الجلسة الرابعة تجارب ناجحة أيضا كانت فوق 62% 62% المعدل الكامل 5 على 5 والمحاضرة الرابعة مثلما تشاهدون إذا أحاول أن أمر سريعا المحاضرة الخامسة أيضا إذا دائما هناك طابع ثابت أو نمط ثابت في تلقي المشاركين عبر زوم لهذه المضامين. التقييم العام للملتقى ايضا كان في حدود 63.2% معدل نقطه كامله 5 على 5 و 34.5% 4 على 5 فهو بالمجمل تقييم ممتاز. رصدنا بعض التوصيات احاول ايضا ان امر عليها سريعا التي ذكرها المشاركون في زوم ونذكرها ايصالا لرسالتهم من قبل تكرار التجربه في المستقبل بموضوعات تهم التموين والتشبيك بين المنظمات العربيه والاسلاميه ان يكون هذا الملتقى سنويا وهذا كان طلب الرسمية تكررت كثيرا تنفيذ اطروحات التعاون مع الجهات المختصه والسماح للمتطوعين في العمل ترجمه التوصيات على ارض الواقع. هناك توصيه في الحقيقه احب ان اذكرها ولعلها جديرة بأن تذكر المصريين بلادة أنظار المجتمع الدولي لأهمية إنهاء الحرب في اليمن لأنه رغم الهدنة ما زلنا نعيش في أزمات كثيرة
إلى غير ذلك مما قال. عمل ورش، عمل متخصص يكون ما استسلم تقييمها من حيث نقاط القوة والضعف إلى غير ذلك من التوصيات التي تتوصل بها إدارة الملتقى. توصيات كثيرة في الحقيقة وكلها توصيات عملية ومتميزة. فإذن هذا ما لدي في هذا الخصوص. في الختام اسمحوا لي أن أعرض عليكم شريطة، وفي الحقيقة تلقينا عددا من الانطباعات كثيرة، ولكن مع ضيق الوقت لم نستطع جمعها يعني في شريط واحد سوى البعض منها، فلذلك أعتذر لكل من أرسل شريطه الفيديو، وإن شاء الله نبقى مع هذا الشريط المنتخب من ما توصلنا به. طبعا أنت سعيد. هم أفضل عشان يفرحوا به. العمل الإنساني وعلاقته بذنب الموالح. تعتبر فكرة هذا المنطقة من الأفكار الرائعة التي توفقت اللجنة في اختياره. بل إنه جاء فوق الطموح. وجاء ملبيا ومجيبا لكثير من التساؤلات التي تشغل العاملين في المجال الإنساني. حقيقة توفقت لنا في اختيار المواضيع واختيار الشخصيات، ويعتبر من البرامج الرائعة التي شاركت فيها عبر الزوم. الشكر الجزيل للجنة المنظمة والمعدة لهذا الملتقى، والشكر الجزيل من فريق الفني الذي سعى جاهدا لتلبية مقترحات وطلبات المشاركين. كل الشكر والتقدير للمحاضرين الرائعين الذين قطفوا لنا أروع دمارهم وبذلوا جهدهم ليعطونا خلاصة تجاربهم وخبرتهم في العمل الإنساني. كل التحية والتقدير لهم، وكل التحية لجميع الحاضرين في الطاعة وعبر الزوم، والسلام عليكم. وعليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الإخوة القائمين على هذا الملتقى الدولي حول العمل الإنساني، ونسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان حسناتهم يوم القيامة. في الحقيقة هذا الملتقى ملتقى مفيد ومتميز، استفدنا من جميع العروض والمحاضرات ومن التجارب التي تم يعني ذكرها في الملتقى، وإن شاء الله تعالى سوف يعني يكون هذه التجربة بالنسبة لي انطلاقة نحو الإيجاد وإتقان والمعرفة الدقيقة لهذا المجال المهم والحيوي من مجالات العمل الإنساني والإسلامي. وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور مصطفى بنور، باحث وكادي في مجال العمل الخيري التطوعي. أعتقد أن ملتقى أبعاد العمل الإنساني وتنمية الموارد من أنجح الملتقيات العلمية، فقراته متنوعة، محاضرين بمستوى عالي في مجال تخصص العمل الإنساني والإغاثي، مادة علمية غزيرة كما عرضت فيه تجارب تطوعية فريدة من نوعها. أشكر المنظمين والقائمين على تنظيم هذا الملتقى الناجح، وأرجو من الله تعالى أن تترجم توصيات هذا الملتقى إلى سلوك عملي ميداني قصد النهوض بالعمل التطوعي والإنساني والتشغيل آلياته، وأرجو كذلك أن تنظم لقاءات علمية أخرى. إلى ذلك الحين أشدد شكري للقائمة المنظمين، والسلام عليكم ورحمة الله. دكتور أسامة معلول، دكتور التخطيط السياسي الفلاني، كلية خدمة العلم والحرمان، لي الشرف من شرف الحضور في المنطقة. بصراحة التوقيت بالنسبة للتنظيم تنظيم أكثر من رائع. موضوع المؤتمر نفسه تم اختياره بداية لأنه بيقدم رؤية لكيفية تطبيق العمل الإنساني على مستوى العالم وتنمية الموارد.
وهنا وهنا شايف ان هو ممكن يساهم في تنميه المورد البشري والعنصر البشري، وده اهم حاجه. المؤتمر قدم رؤيه للمساهمه في حل العديد من القضايا، واتمنى ان تعمم توصيات هذا المؤتمر عالميا ويتم نشرها على قنوات اليوتيوب وقنوات التواصل الاجتماعي، وبتمنى تكرار التجربة، يعني تكرار تجربة المنطقة ده، بحيث نقدم رؤية للمجتمع أجمع والمجتمع العالمي بأن في قضايا من خلال العمل الإنساني بيتم الحد منها والقضاء عليها، وإزاي من خلالها بيتم تنمية الموارد فعلا سواء كانت مادية أو بشرية، والعنصر البشري أهم حاجة. شكراً لحضرتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيي طيبة لأن لديه المنظمة على الإنسان الدولي وعلى قدره بجميع الممارد، وشكر الخاص والجزء لله، وكذلك شكر إلى المركز الدولي للحقية الإنسانية على هذا التنظيم الرائع عضوياً وافتراضياً. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتورة دكتورة جمال ياسمين، مشكورة بالتوفيق، سفيرة من سفراء الكرم. سعدت وجدتها اختياري مشاركتي في ملتقى أبعاد العمل الإنساني الدولي الذي أقيم في تركيا، والذي ضم نقط كبيرة في مجال العمل الإنساني. كل شيء للدكتور حامد بنها ولجميع قائمين على هذا العمل. شكرا جزيلا لجميع المشاركين، ولضغط الوقت نكتفي بهذا الذي عرضناه. التمس منك في لحظات فقط، اعتذر للاخوه المشاركين في غرفه الزوم، كثير منهم يحتجون على اغفال الميكروفون اقلاماته، فانا اعتذر لهم امامكم، ولم يكن الامر مقصودا مثلما اشار احد الاحبه، بل اننا جمعنا هذه المنظمات في الاستبيانات التي شاركتم بها، فربما غفلنا عن ذكر بعضها، فنعتذر لكم جميعا سواء في اليمن او في غيرها من الاقطار. شكرا لكم جزيل الشكر، وتنمي واختم بالشكر للمنظمين على اشراكنا في هذا الملتقى المتميز. وقد اجتمع واجمع المشاركون على ان يؤسسوا بطبيعه الحال باشراف اللجنه المشرفه على المنطقه مجموعه سموها منتدى العمل الخيري والانساني، تجمع جميع الفاعلين هم يتم تبادل المواد التكوينيه والتدريبيه ان شاء الله تعالى والتواصل والتعاون. فشكرا لكم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا الاخ حمادي، وشكرا لكم يا سعاده الرئيس، انت الان العريس. لا لا، فين الاخ سعاده السفير؟ تفضل. فين الاخ زياد؟ او زياد موجود؟ فين زايد؟ ها زايد؟ زايد، انا زايد موجود؟ طيب، إلى أن يأتي سعادة السفير يجي عندنا، أنتوا المجال هيكون مفتوح لكم، بس الشرط تيجوا تقفوا جنبه، عشان آخد صورة معاكم، عشان يجي لي لايك، 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 تعالى دور لايك، هنغني يعني، فكلكم عشان بس الإيه الميكروفون والكاميرات والحاجات دي. وعايزين ندي مساحه كبيره لمن لم يتكلم باقتراحات واضحه المعالم، والاخوات والاخوه هيسجلوا هذه الاقتراحات. فنبدا بمن لم يتكلم من قبل. تفضل. ابدا انا، اجي لعندك. تعالي عندي، افتحوا الترابيزه بينكم من بعض. تعالي عندي. مفيش حاجه صعبه. ما سهله الا ما جعلته سهلا. تفضل. مش مشكلة.
اسم حضرتك ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. غاليه يحيى في جمعيه الامان لرعايه الكبريتات صنعاء. طبعا انا اعتب على الدكتور واعتب على الدكتور. كويس. لسببين. السبب الاول، المراه اليمنيه لعبت دور كبير جدا 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 في العمل الخيري. والمرأة اليمنية ناضلت كثير في الحرب على اليمن زي ما ناضلوا الأخوات السوريات جزاهم الله كل خير. لكن للأسف الشديد ما شفناش خلال 3 أيام ولا أي تجربة ناجحة أو تكلمت حتى عن المرأة اليمنية. إيش السبب؟ الله أعلم. ليش ما ذكروا شيء يمنيات؟ برضو الله أعلم. طيب، لأنه أغفل جانب كبير للمرأة اليمنية. أنا بتكلم عن نموذج نادر في الأمة العربية كامل. فاطمة العاقل رحمها الله أسست جمعية الأمان لرعاية الكفيفات، وهي كفيفة أسست جمعية الأمان. طبعا الجمعية متى تأسست؟ في 1999. في 96 في اليمن ما كانش تعرف واحدة اسمها يعني ايش كفيفة، ما حدش يعرف. يعني ما فيش ولا في الجمهورية اليمنية اي امرأة كفيفة متعلمة، ما فيش خالص. طبعا هي درست في مصر لما تبنى اليمن بتبحث عن المرأة معقول اليمن كلها ما فيش فيها كفيفات وفيها امراض كثيرة. بحثت وجدت واحدة بس بتدرس مع من؟ مع الأولاد. طيب ليش ما فيش؟ قالوا كيف عمياء بتدرس معهم يعني؟ طبعا هم كانوا يقولوا عمياء ما يقولوش كفيفة، والكثير بيتحسسوا من كلمة أعمى، لكن احنا بنقول لهم الله ذكر من فوق 7 سماوات إذا جاءك. فهنا شوفوا سبحان الله، من واحدة موجودة في اليمن كلها الآن كم مئات بل آلاف من الكفيفات اللي تخرجوا من الجامعات والماجستير، ومعانا نموذج أنه بيطلعوا الأوائل على المبصرين. الأوائل يعني معانا كثير جدا من الكفيفات طلعوا الأوائل على الجمهورية وحصلوا على منح في الثانوية العامة، حصلوا على منح ودخلوا جامعات خاصة ومنها جامعة العلوم والتكنولوجيا اللي تعتبر أفضل جامعة موجودة في اليمن، وطلعوا برضو أوائل. حتى أنه في الثانوية العامة في ناس احتجوا قالوا ليش الكفيفة الأولى؟ ليش يعني؟ إيش معنى؟ هل أنتم بتتعاطفوا معها؟ فقاموا جابوا الدرجات وجابوا اختبار، عملوا اختبار لأوائل من كفيفات وأوائل من المبصرين. تخيلوا من نجح؟ الكفيفات. الأولى طلعت وأخذت مرتبة الشرف في الأردن تيسير مطر كفيفة في التربية الخاصة في الماجستير، والآن بتدرس الدكتوراه وبرضو حصلت على 95. بتقول يا أستاذة ولا واحد من المبصرين حصل على الدرجة هذه، وجولة عندها كلهم يقولوا لها كيف حصلتي على 95؟ طيب أنا بس بذكر حاجة بسيطة، أقول لكم جمعية الأمان في صدور، يعني إيش؟ إيش الأشياء اللي عملتها أو كيف وصلت لهذا؟ وبرضو ما حد ذكرها، كثير لو قلت لكم من هي جمعية الأمان في اليمن كثير ما حد يعرفها، صح ولا لا؟ بشوفوا سبحان الله جمعية الأمان اللي تأسست في 1990 تعتبر الأولى والوحيدة اللي بتختص بالإناث. ما فيش جمعية في اليمن خاصة بالكفيفات إلا هي. ولنجاحها كان وزير الشؤون الاجتماعية الله يرحمه الأرحبي أسند إليها جمع طلاب المكفوفين، خلها تمسكهم بالإسناد، ولا زال الإسناد من أيام وزير الشباب الله يرحمه إلى الآن، والمدارس حق المكفوفين أسند إلينا جمعية الأمان لرعاية الكفيفات. طبعا من الأشياء لو قلت لكم إنها عضو في الاتحاد الآسيوي للمكفوفين، عضو في الاتحاد العربي للمكفوفين،
عضو في الاتحاد العربي للمعاقين، عضو جمعية الأمان لرعاية الكفيفات. كذلك حصلت على دعم دولي، الوحيدة اللي حصلت على دعم دولي في اليمن، وبتشتغل مش بس مع المكفوفين، بتشتغل مع النازحين وبتذهب للمخيمات، وكلها قطاع نسائي، كله قطاع نسائي، ما فيش معانا رجال، كلنا قطاع نسائي. هل هذا النجاح لا يذكر في مثل هذا المؤتمرات وهذه الملتقيات ولا يذكر؟ نقولك يا ربنا فاضلة، كلنا بنحب اليمن شئنا أم أبينا. اليمن أصل العرب وأصل العروبة وأصل الإسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم تكلم عن اليمن وفضل أهل اليمن. ما عارف، أنا يمني زيك. ناسي والله. أنا عارف كويس أنا يمني. من وادي بنا. سبت الورقة دي هالوادي الله يعني. يا ايش بدك يا سؤال. طيب انا سعيد الحماس بتاع الاختين بسم الله ما شاء الله عشان يؤجل القلوب والمشاعر والاحاسيس والرؤى وكل شيء. من لم يتكلم فليتكلم. انا حق الرد سوف انت هنحل بيك في الاخر. ايوه حق الرد بالنسبه لك يعني سوف ارد عنك. لا ما تردش، أنا لساني بسم الله ما شاء الله يعني. طبعاً الكوكبة اللي قاعدة على المسرح دي هم اللي هيحوصلوا الرؤى بتاعتنا المستقبل. يلا يا شباب اتفضل يا خالد. بعدها بجنب وأنت أقصر مني كده. هتفضحني. طب هنوزع شوكولاتة بسيطة كده من الأستاذة نجوى هدية من فرنسا والإخوة بيسمعوا. يا دكتور ما شاء الله. ما تعملش مفاجآت تاني مرة ولا للأخوات. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الأخت الكريمة عرضت على المقترح أنا ناوي أقترحه، وحقيقة يعني سبب هذا المقترح إن إحنا يا دكتور تعرف إحنا بنعمل مؤتمرات من سنة 2011 وانت قبل كده كمان، وعدد المؤتمرات اللي احنا عملناها يعني كان عدد كبير جدا، وان احنا فعلا محتاجين ان احنا نكون عمليين. يعني كيف نطلب ببرنامج عملي نوحد في الضغوط. المؤتمرات اللي حصلت في خلال 10 سنين اللي فاتت او اكثر مفيده ممتازه، لانها فعلا لاحظنا ان في توحيد الخطاب، توحيد الرؤى، واصبح في كلمه بالالماني بتتقال سايت سترايف. اكسايت سترايك يعني معناها الوقت مناسب. ففعلا عايزين نستغل الفرصه ونستغل هذه الفرصه المحوريه بحيث ان احنا عندي فكره عايز اطرحها لحضراتكم. وكان الدكتور عبد المنان يعني اتكلم عنه بساعه السفير في موضوع السوفت باور. ولما نيجي نحسب عدد المؤسسات اللي عملت في مجال منطقه المينا لوحديها ما اعرفش كم ألف. يعني 10,000 في اليمن، 10,000 سوريا في مصر وفي المغرب في كل الاماكن دي كلها اللي موجوده، فعددها صوت بطل. يعني بنتكلم احنا على 80,000 مؤسسه او اكثر. 100,000 طيب 100,000 مؤسسه. ميزانيات المؤسسات دي لو جمعناها ممكن نطلع مليار. ما اعتقدش، انا اتوقع من الموجودين في الزوم والموجودين في القاعده ممكن نتعدى لوحدينا فوق نص مليار لمليار دولار أو أكثر سنويا. الخبرات الميدانية اللي موجودة عندنا خبرات ميدانية ضخمة، وإلا ما كانتش مؤسسة الدولية تعاونت معانا. عندنا نقطة مهمة جدا هي القرب الثقافي والقيمي للمناطق اللي إحنا شغالين فيها، ودي نقطة قوة كبيرة جدا مش متوفرة لأي حد. الفريق ده بشكل سوفت باور أو بشكل باور قوي جدا، وإزاي إن إحنا فعلا الآن نعمل له مسار محدد موجود. فانا عندي اقتراحين موجودين، والدكتور عصام البشاري اتكلم امبارح على موضوع حفظ الفضول وان ازاي ان احنا نترجم حفظ الفضول في الوقت المعاصر. فمقترح الاول ان احنا عايزين نتوافق على ميثاق شرعي مهني واعلامي ومهني واخلاقي ينضم تحت كل المؤسسات اللي موجوده، بحيث ان احنا يكون في نوع من انواع الالتزام.
جهازك اللي سمعه. يعني كتير جدا في اوروبا بنشوف انه في بعض الاحيان التقنيه السينمائيه مش شرط انها تعرض عن التقنيه، لكن توافقت المؤسسات المستقشره انه نوع من انواع الشفافيه لازم نحط التقارير الماليه على صفحه الانترنت. ثاني حاجه ان احنا محتاجين فعلا الوقت مناسب جدا ان احنا تكوين مؤسسه للتقييم والمراقبه والمراجعه. ان احنا نحط لها اليات ومعايير، ممكن نختار 20 30 مؤسسه هي اللي تبدا تجتمع وتحط هذه المعايير ازاي ان احنا نعمل تقييم المؤسسات، وفي الاخر بندي نوع من انواع شهاده لهذه المؤسسات. هذا الموضوع مهم جدا لعده اسباب رئيسيه. اولا انه بيرفع من مستوى الشفافيه. ثاني حاجه في ال 200,000 مؤسسه اللي موجودين دول، انا بسمي كان الاستاذ عبد الرب بيتكلم على قضيه النويز اللي هي قضيه الشوشره. ففي شوشره في العمل الرئاسي في العالم العربي الاسلامي بشكل في الكويس ومش كويس. واي مؤسسه هتسيب في عمل هتؤثر على كل المجموعه. مش عايزين ننسى قضيه اوكسفام دكتور. قضيه اوكسفام اثرت على العمل الانساني في اوروبا بشكل غير طبيعي. حتى اثرت على اوروبا نفسها والحكومات، وكان عمل في ستريس كبير. فاحنا مش مستنيين ان احنا تحصل ازمه، فلازم محتاجين ان احنا يكون في عندنا جهه رقابيه موجوده. والميزه الثالثه كمان ان احنا بندي فرص لمؤسسات المجتمع المدني المحليه انها ترفع من مستوى المعايير وانها تكون مقبوله دوليا، بحيث ان تمكن المؤسسات زي الكنيسه الاسلاميه وغيرها انها تتعاون معها. لان احنا عندنا قضيتين رئيسيتين، احنا ليه مش راضيين نتعاون مع بعض المؤسسات اللوكال ان جي اوز؟ بسبب قضيه الديو ديليجنس والكومبلاينس واللي تاثيراتها على البنوك وتاثيراتها على شيء. فلو عندنا كيان موجود قدر ان هو يفضل المؤسسات دي ويخليها 200 مؤسسه 300 مؤسسه، وبيقول هذه المؤسسه تعمل بناء على معايير معينه وعندها قدر من الشفافيه والمساءله والمسؤوليه، وان احنا بنعملها وبنزكيها، فده هيكون انطلاقه، انا شايفها انطلاقه عمليه كبيره. وانا انصح ايضا اذا استعمل كوميتي من هذا الكوميتي ان احنا نستعين بالخبرات اللي موجوده في اوروبا. عندنا الشركه كوميشن في بريطانيا، عندنا الدوتش شتندرات في المانيا، عندنا في امريكا مؤسسات مشابهه في السويد في كل مكان. فممكن نستعين بالخبرات دي كلها بحيث ان احنا بندي سيجنال برضه للعالم الدولي ان هناك رغبه حقيقيه لتطوير العمل التربوي في سوق الانسان. شكرا. من لم يتكلم تعالى خالد. وبعدين اخ خالد كان في عيد بعد اقتراحاتك؟ سلمت اقتراحات البنات يا طارق؟ نعم. اقتراحات البنات. لا انت مش بنات انت. اديها عند الاخوات، هات مني الاقتراحات. يعني انا المقترح هو لخصت اليوم تقريبا ما تكلمت. اللي تكلمنا فيه احنا محتاجين كثير. الدكتور ايهاب سعد لما تكلم انه اجت موجه على اسلامك ريليف قال اضطرينا نروح نجيب فلان وفلان، هذا كان رئيس عضو برلمان والثاني كان مدعي عام، وبالتالي هدول كلف وصول، يعني مو بس كلف وصول. طيب اليوم لو مؤسسه اصغر من هيك مين راح تقدر؟ ما راح تعرف، راح تروح بالرجلين. طيب القضايا اللي نحن عم نحكي فيها، مين بده يحكي فيها؟ ما في. نحن فعليا مثل مصر جمال كبير يشتري كبير. هل المؤسسات اليوم اللي هي 80,000 في لها مرجعيه؟ في لها كبير؟ والكبير لازم يشيلوا كبار. وهذا جزء من المنظمات اللي هي وصلت سواء اسلام ريليف او غيرها. كيف تقدر تكون مو هي داعمه لهذا الكيان الكبير وكلياتنا نقدر ندعم. والجوز اشرف حكى شغله واجهناها نحن كثير بالتنسيق للمؤسسات السوريه، انه بالبدايات ما ادركنا ما هو قيمه الشبكه، ما هو قيمه المظله. صرنا نفكر انه انا اذا بدي اروح شو بدي استفيد؟ اذا ضلينا عم نفكر شو بدي استفيد؟ ما راح نستفيد شيء، لازم نفكر كلنا شو راح نستفيد. انا اليوم بدي اقدم لانه انا بالمستقبل راح استفيد، انا راح اقدم اليوم للقضيه اللي عم تصير مشان سوريا لانه اليمن راح تستفيد بكره. واليمن قدمت لانه سوريا استفادت، ونحن لسه عالمنا كله كوارث، فنستطيع انه نوجد كيان كبير كلنا دعم. نحن فعليا محتاجين كبير، واليوم على مستوى العمل الانساني العربي الاسلامي حقيقة ما له الكبير بجوز ما
ذكر الدكتور الكارثة أو الفضيحة اللي صارت بفرنسا وكيف إنه الحكومة الفرنسية قالت له المناح وهي تدخلت لأنه إلى كبير نحن حقيقة يعني حتى دولنا بتتخلى عنا بأول جائحة ما حدا بتحس إنه هو حامل إنه هو بيقدر يقول أنا لدي هاي المنظمات. أعتقد التوصية اللي ممكن تطلع كيف نوجد هذا الكبير. إكمالاً لكلامك في مركز سياحة تانية حصلت في هايتي حضرتك ساعات سابقت كده نفس الموضوع حصل في هايتي وكان بياخد الأطفال دول والحكومة ما كانش حكومة موجودة أو ضعيفة هم مسكوا الجمعيات الأمريكية سجنوهم دخل أعلى ناس في القوم عشان يخرجوا الناس دول في فتيحة تانية حصلت في السودان كده بس أنا مش هقول اسم المؤسسة أو اللي حصل لما لقوا في أحد الطائرات التابعة لمؤسسة ما بتنقل كذا اللي هو بتنقل سلاح ومسكوها فعلا ومنعوا المؤسسة دي من العمل في السودان لكام سنوات 10 سنين أو كده المؤسسة كانت تسعة وأنا واخد الكلام ده من سعادة معالي الوزير مصطفى عثمان تسعة كل ما يكون في مؤتمر في أوروبا يجوا يقابلوه يجوا عشان يعيدوا تسجيلها مرة أخرى في السودان طيارة باسمك وفيها سلاح وانت مؤسسة انسانية لكن الحكومات بتاعتهم زي ما قال اخونا خالد وزي ما قال سعادة السفير واقفة وراها اتفضل حضرتك كل الاقتراحات استلمتوها يا شباب لان يبدا العمل من بعد ايه اللقاء السلام عليكم ورحمة الله. علي جمعة من لبنان جمعية لبنان. أنا سير جمعة عشان نكون من لبنان جمعية الإرشاد والإصلاح. بدي أتكلم ما حطول عليكم حتكلم شوية عن بلد لبنان. أول شيء كم واحد لبناني يرفع إيده؟ واحد. اثنين. ثلاثة. طب كم واحد مسلم بالقاعة يرفع إيده؟ مسلم بالقاعة مسلم بالقاعة عربي أنا أتيت لكم كلكم يعني مش لأجل اللبنانيين الموجودين هذا حتى نكون بس واضح الله يبارك فيكم لبنان بلد صغير لا يتجاوز 10,000 كيلومتر مربع مشاكله تفوق 200,000 مشكلة في العالم من 2019 صار شيء اسمه الثورة أو الحراك 19/20/2019 من أجل كانوا يزيدوا زيادة بسيطة على الواتساب يعملوه بالشهر 6 دولار. صارت الناس وكيف بدنا ندفع 6 دولار؟ كان بوقتها الدولار 1500 ليرة، الدولار اليوم ب 30,000. يعني كانت المليون ونص تعمل 1000 دولار، المليون ونص اليوم تعمل 50 دولار. هاي إحدى المشاكل في لبنان. استيقظت الناس اليوم من الأيام اللي معه 6 مليون دولار بالبنك مثل اللي معه 100 دولار، قال ما بقى فيك تسحب من البنك أي مصاري. فيك تسحب بالشهر 200 دولار فقط وإذا بدك يوم على لبنان على سعر 1005 على جديد صرت عم تسحب 8,000 ليرة بمعنى سرقت الناس 80% من أموالها الكهرباء الحمد لله كانت عم تيجي 4 ساعات أو 6 ساعات بال 24 ساعة الآن ما بتيجي ولا نص ساعة يمكن بال 24 ساعة أو لا تأتي نحن معتمدين على المولدات في لبنان ما عندنا شركة كهرباء تعطينا والآن على جديد عن الطاقة الشمسية كان مشروع عن لبنان يتدين ليتزين يعني هم ما معه شيء يتدين بس لحتى يتبسط. هلا اللبناني بيتدين ليركب طاقة شمسية. الوضع الاقتصادي في لبنان سيء، أعداد اللاجئين إخواننا المستضعفين من السوريين وصل مرحلة مراحل 2 مليون ونص تقريبا، انخفض الآن ل 1,200,000 نتيجة الهجرة. لبنان بلد طائفي بامتياز متنوع بأحزابه بطائفيته شيعة سنة دروز علويين ونتكلم بهيدا على راس السطح يعني ما بنخبيه كثير لانه هي ثقافة لبنان. يعني خلينا نقول يعني انا كثير ناس اللي زاروا لبنان ورجعوا بقول لي انتم كيف عايشين؟ والحمد لله عايشين بالحب العالمي. يعني اذا الدولة سرقتكم اخذت المصريات عملت هير كت للمصاري 85% في عندكم غلاء مش طبيعي عم بيكون انا كمان غلاء الدولار والدنيا كلها اصلا غليانه، الرواتب ما زالت على اللبناني على الليره اللبنانيه، يمكن الحالة المصرية أو التركية مشابهة بس بلبنان أكثر تقاعد.
الجمعية تعمل من ال 84، كان في بعض التوصيات اللي نحن حابين نقولها بهالمؤتمر. أول شيء الله يجزيكم الخير كملتقى والدكتور هاني والأستاذ اللي الله يبارك فيهم والشباب كلهم طبعا العاملين واللي وراء الكواليس أكيد طبعا. في بعض التوصيات حبينا نقولها. أول شيء في ثلاث مواضيع هي اللي بتهم كل واحد فينا هون، كيف أنا أتعامل وأقدر أجيب فند ريزنج، يمكن هذا العنوان الرئيسي، كيف أنا أعمل فند ريزنج وأجيب مصاري للمؤسسة ذاتي. رقم اثنين، كيف أنا ممكن أكون منظمة فاعلة في العالم العربي والإسلامي ويكون أنا الناس عم تطلع فيني وواصل لمرحلة كثير كبيرة من الاحتراف. السبب أو خلينا نقول اللي أنا جيت لهون، في كذا سؤال عم بسأله، نحن ما زلنا بعض الأمور لا نثق عليها أو لا نلقي لها دائما، منها موضوع الحكم في المؤسسات اللي عندنا، منا موضوع الاعلام اللي ركز عليه الدكتور هاني الله يجزيه الخير، وانه نحن بالفعل موضوع الاعلام بالنسبه لنا ما زلنا نحن يعني نعمل عملنا بالتستر او نعملها عشان ما يكون في رياء، وما نعملها عشان ما يكون في نوع من الظهور حب الظهور، بينما هو صار الان توثيق اكثر من الظهور، صار هو حرفه، موضوع الاعلام صار هو حرفه وفي اعتراف بطريقه كثير كبيره لازم نحن نؤديها. كلمة الدكتور السفير عطل منان صراحة شو بيقولوا اجت عن جرح. معلش كلنا نحن موجودين هون في عنا حالة من الانبهار بالعمل الإنساني الغربي. نعم غيروا مصطلحاتنا، صرنا نسمع كلمة الإرهاب وعادة بالنسبة لنا، الإرهاب الإسلامي عادة بالنسبة لنا. صار لما يطلع أي واحد انفجار يسمع انفجار بالأخبار يخاف يكون في حدا من المسلمين أو داعش عملها. صار في عنا حالة من اللاثقة بالحالة الدينية تاعتنا. لكن أنا أؤكد من جديد يعني كلمة الدكتور عطا منان اجت وثقتنا بأنفسنا أكثر، حطتنا على الخط أكثر. نعم ديننا ثم ديننا ثم ديننا، نحن كنا أسير الدنيا وسنعود أسير الدنيا بإذن الله وسنصوم من جديد. لم يدع القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم بأمر إلا وتكلم فيه، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، لكن الفند ريزنج كان في كتاب الله، هل أدلكم على التجارة؟ آيات كثير من رب العالمين قالها هي بالفند ريزنج فعليا، اذا اللي يبحث في كتاب الله وفي السنه نعم. فنحن يجب ان نكون على ثقه ان سنعود ويعود هذا الدين في نفوسنا من جديد ونكون سفراء للدين، مش كل واحد سفير لدولته، نحن طائفيين لهذا الدين ان شاء الله. اربع توصيات على السريع. التوصيه الاولى إيجاد إطار تعاوني بين الجهات الإنسانية الإسلامية واقعي ننطلق فيه من هذا المحاضر. يعني إحنا ما بدنا يعني سمعنا صح المحاضرات هي محاضرة إلى بطريقة كثير كبيرة وسمعنا كلام رائع جدا وقمة في العلم الإنساني من حوكمة وإعلام وإلى آخره، لكن لابد إنه نطلع بتوصيات من هذا المؤتمر. إيجاد بديل مع بديل في العمل مع الجهات الدولية تغير روحية المقلد أو التبعية. في نحن كمسلمين لا ينقصنا المصطلحات الخاصة فينا، لا ينقص يعني أول ما اشتغلنا بالعمل الخيري أنا خبير تجاري، أنا من 10 سنين في العمل الخيري تقريبا، أول شيء قالوا لي ذكرت القاموس الخيري اللي بدك تشتغل على المؤسسات الدولية، قلت شو القاموس الخيري؟ قال في مصطلحات بدك تعرفها لازم تستدل عليها وتتعلمها، ولما تخاطبهم تكتب البروبوزل وإلى آخره بتكون كاتبها ولا يرفض البروبوزل. إذا هن صنعوا لنا البيئة تاعتنا وصنعوا لنا المصطلحات، ثم نحن بدنا نمشي على المصطلحات لنحل مشاكلنا اللي نحن بيساعدونا فيها ونظن انه يكون خيرا. تأسيس بنك للطاقة البشرية، اخواننا نحن لا ينقصنا طاقة بشرية، عندنا موارد بشرية رائعة جدا جدا، ولا نتكلم يعني محبوب الدكتور هاني الله يجزيه الخير والدكتور سيد والدكتور عطا منان، عندنا طاقات بشرية لا حدود لها في العالم العربي، بل الباحث بل بالعكس يعني اذا بتشوفوا انتم بالمواقع الغربيه كثير من المواقع الغربيه والاوروبيه فيها موارد بشريه، فانا اتمنى انه يكون في تاسيس لبنك الطاقات البشريه تسجل كل واحد شو بيقدم، كل واحد شو فينا نستشيره الى اخره. اخر شيء يا ريت يكون في نوع من جايد اعلامي خلينا نقول او قاعده للبيانات اللي ممكن تستفيد منها الـ NGOs أو الجمعيات العاملة في المجال الإنساني الحديثة. جايد صغير، إعلان، تصوير، حوكمة إلى آخره. يعني نحن كجمعية إرشاد نعم عم نعمل حوكمة لكن عم نتعذب فيها كثير. يعني نحن كنا عم نجرب نعيد صناعة الدولاب من أول وجديد.
كل ما سألت حدا عن الحوكمة كل جمعية سألت خمس جمعيات في خمس أجوبة. فيا ريت إنه كمان هذه الأمور هذا الجايد يكون موجود ويكون في مرجعية نستطيع أن نعود لها كعمل إنسان وملاذ فيكم يا رب. قدمنا ربع ساعة عشان بعد كده ندي المجال للأساتذة إنهم يتكلموا. اللي ما اتكلمش يرفع إيده. كلمت أنت؟ كلمت؟ أنا عايز أقول اللي ما اتكلموش الأبلة، أنا في ربع ساعة ده عم ثلاثة أو أربعة كتير أوي. اللي ما اتكلمها؟ لما تتكلم أهو. وبعدين الأخ اللي مستخبي هنا، أيوه اتكلمت؟ واللي ورا اتكلم؟ أنت بتضحك كمان. خلاص وأنا أربعة دول بس أنا خلاص. اتفضل. عشان بعد كده نسمع من أساتذتنا إلى الأمانة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. نجيب حيدر يماني، جمعية الصداقة والتعاون اليمنية تركيا، جمعية مهتمة بقطاع الطلاب بشكل أساسي، الطلاب اليمنيين الدارسين في الجامعات التركية. أولاً نقدم الشكر الجزيل والامتنان الكبير لمنظمي هذا الملتقى الهام الذي أرى أنه فرصة لكل الحاضرين أن يبسطوا أيديهم ويفتحوا قلوبهم ويعملوا عقولهم من أجل الاستفادة من كل ما طرح ومن النتائج التي سوف تخرج إن شاء الله بعد هذا الملتقى. هذا أولا. ثانيا إجابة على الأستاذة الكريمة، لماذا لم يوجد حضور للعمل الإنساني اليمني؟ نحن كطبع عندنا في اليمن أن نعمل بصمت، نفعل أشياء كثيرة ولكن لا نظهر على صوت، خوف من الرياء، خوف من السمعة، خوف من الحسد. ولذلك تجد أن مؤسساتنا اليمنية في الداخل أو في الخارج تعمل أعمال كثيرة، لكن للأسف الجانب الإعلامي ضعيف لا يوصل صوتنا إلى الجمهور، وبالتالي المخرجات تكون داخل في داخل. هذا الملتقى أعتقد أنه فرصة كبيرة ورائعة لأن نعرف الجميع الجهود التي تقوم بها المؤسسات والأفراد اليمنيين في الداخل والخارج. حقيقة هناك بعض الملاحظات التي أريد أن أضعها بين أيديكم، وهي ملاحظات عامة نرجو أن ننتبه إليها في الملتقيات القادمة. أولا، رغم الأوراق الرائعة التي طرحت في هذا الملتقى ورغم الموضوعات والشخصيات الكبيرة التي تحدثت، إلا أنها لم تعطى الفرصة الكاملة لطرح المواضيع بالشكل المطلوب. كلها اختصارات، يعني مواضيع بعناوين كبيرة 40 دقيقة، أنا أعتقد حتى 40 ساعة غير كافية لطرح مثل هذه الموضوعات المهمة. هل أخذنا المستقلات ومتابع المحاضرين؟ باقي 5 دقائق، باقي دقيقة، نعطيك دقيقة زيادة. أعتقد أن مثل هذه المؤتمرات يجب أن تعطى حقها من الوقت بطرح الأوراق المهمة. ثانياً، خلو كل هذا الملتقى على مدى 3 أيام بالاستفادة من الطاقات الكبيرة لعقد ورش عمل لنقل الخبرة للناس اللي مثلي أنا اللي ما يعرفوا شيء. لو وجدت ورش عمل مصاحبة لهذه الموضوعات الكبيرة لكانت الفائدة أفضل وأكبر، هي تخرج توصيات ومشاريع بشكل أفضل. يمكن غياب وثيقة للملتقى تجمع هذه الأدبيات كلها في مخرج واحد قبل بداية الملتقى، أعتقد كان سبب يؤثر إيجابا في وضوح كثير من المسائل، لكن الذي بس وردنا العناوين والشخصيات التي ستتحدث. لو وجدت أوراق العمل قبلها بأسبوع وزعت على الذين أكدوا المشاركة كان سيكون هناك بشكل أفضل في المشاركة وأيضا في طرح الموضوعات. بعض المقترحات التي أرى أنها سوف إن شاء الله تكون، أولاً الاهتمام بالجوانب العملية والأطر المهارية للموضوعات المقترحة. اثنين، ضرورة الخروج بوثيقة مشتركة كما ذكر إخواني سابقاً للعمل الإنساني الإسلامي العربي المشترك. ثلاثة، توثيق وكتابة كل أوراق العمل والتجارب المقدمة في هذا الملتقى وتوزيعها على الحاضرين. رابعاً، تأسيس منظمة دولية مشتركة لغرض تحقيق هدف هذا الملتقى. وأعتقد أنه سيكون هذا هو أهم مخرج يكون هذا الوجود. انتخاب فريق عمل لتجهيز مشروع عالمي للعمل الإنساني الإسلامي العربي
بهذا الملتقى وقبل أن يتفرق الجميع لوضع وثيقة الملتقى وأيضا تصور للمخرج الأساسي وهو منظمة عالمية جامعة تضم تحتها المنظمات العربية الإسلامية لتحقيق رؤية هذا الملتقى. شكرا جزيلا لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب أخونا تفضل، بس أول عشان الإيه الأساس هيتكلموا، بعدين في شاعر هنا، شاعر منير، أين شاعر منير؟ لا أنا كنت بالشاعر. أنا منير يا أستاذ، عاشق الله. أنت مصطفى؟ عبد الرحمن باتريس من اليمن، مؤسسة البادية للتنمية والأعمال الإنسانية، هي تجربة شاركت فيها وممكن أشاركها معكم وممكن أتعلم منها يعني. قبل أسبوعين كنت في منطقة هاتاي على الحدود السورية مع فريق من الشباب السوري، ما يزعلوا عليه الأخوات يمني، هو أيضا مشارك مع الأخوة السوريين، هي المأساة واحدة وكلنا بلد واحد. اللي شدني في هذه المبادرة هي مبادرة اسمها هيلب تيم، مجموعة من الشباب السوري ركزوا على المؤثرين في السوشيال ميديا من المؤثرين العرب من مختلف البلدان، يعني من أكثر من دولة، في شتى منصات السوشيال ميديا، يوتيوب وإنستغرام وغيرها. وهذا الجانب أظن أن غافلين كثير من المنظمات فيها، يعني ما شاء الله كثير من الدول مركزة عليها في الإعلام والإعلان أيضا. تحصل يعني بعض الناشطين أو بعض الناشطين في هذا المجال عندنا ملايين، 10 مليون 15 مليون متابع ومتأثر معهم في هذا المجال، فهي فقط إشارة يعني الاستفادة من هذا المجال. شكرا جزاكم الله خير. أخونا الأخير تعالوا انتوا الاثنين عشان نقفل بيكم وبعدين بعد كده الاساتذه، اما بالنسبه خلاص انا وقتي خلاص قبل 4 لان مفيش وقت، وانا قعدت من الساعه 7 بالليل ما عنديش مشكله. لا انت انا ما قلتلكش ليه. طيب ارجع انا ما جيت بس خلاص بس اوجز بقى عشان تاكل شو خالد ماشي جاهز. الله يبارك فيكم. عبد اللطيف زالق ورحمه الله اخر الشهر منظمه عمل التعليم والتنكيل والسكوتات. إن شاء الله بدي أجيب نقطتين فقط مقترحين. المقترح الأول بدي أبدأ فيه من حيث انتهى الدكتور طارق بموضوع الفترة، إنه بعد ما يكون في فترة للمؤسسات بحسب ما يجمعوها من معايير أو قيم، يكون في مؤتمر شامل بس يقام على نظام الورش، ورش خاصة بالإعلام، ورش خاصة بالمناصرة، ورش خاصة بالموارد البشرية، يتم فيها تشارك المعلومات وبتطلع بدليل أو خلينا نقول بيست براكتس، وتم مشاركته مع اللجنة العامة لاتخاذ بعدين حق دليل ليطبق بهي المؤسسات وتتابعه اللجان. النقطة الثانية الحقيقة هي كنت عندي رغبة أطرحها من اليوم الأول. دكتور حسين أشار لأهمية وجود عقل وقيم بالمؤسسة. الحقيقة المشكلة اللي عم تواجه المؤسسات بالذات اللي تحصل على تمويل قد يكون كبير أو خفيف من المؤسسات الدولية هو التضارب والتصارع بين الناحية التنفيذية والناحية الاجتماعية القيمية للمؤسسة. القسم التنفيذي بشد اتجاه التنفيذ حسب معايير المانع، والقسم القيمي بشد التنفيذ حسب شيء بيفيد المجتمع. الحقيقه نحن بحاجه بكل مؤسسه لقسم او ممكن يكون مجموعه اشخاص او حتى شخص، هذا الشخص مسؤوليته هو كيف يمحور المشروع او كيف يستفيد من المشروع اللي هو مبني على خطوات تنفيذيه بحيث يضم له او يعني يدخل له بعض القيم اللي اصلا بنيت رؤيه موظفه عليها. مشكورين الله يعطيكم العافيه. عثمان انا ما خلاص ما بس انا اسف. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا تحيه للجميع خصوصا لاستاذنا والوالد عن البنا ربنا يحفظه. وصراحه يعني انا مداخلتي عثمان صالح محمود من السودان، منظمه رواحي للتنميه، منظمه اغاثيه تعمل في مجال الطوارئ والكوادس والعمل الخيري بشكل عام. صراحة يعني المنظمات الغربية أو الأممية في السودان نحن لا تقدم لنا شيء غير البلاوة، يعني دائما تدرب كوادر اليسار ودائما تدعم الخط الآخر ودائما تدعم المادة الكنز يعني السودان معروفة،
ضربتنا سيول الغيضانات في 2020 او 2020 لم تقدم لنا المنظمات الامميه سوى 600 مشمع هي شعار حكا وزعت على المتضربين، ولهذا عملوا اعلام انه قدمنا الى السودان، لكن المنظمات العربيه والاسلاميه قدمت لنا كثير، يعني حتى فلسطين 48 قدموا لنا، اخواننا في اليمن بواسطه كويتيين قدموا لنا، اخواننا في تركيا بشكل كبير والحمد لله جزاهم الله خير، وكذلك يعني قطر وبعض المنظمات العربيه يعني قدمت لنا، لكن لم نجد من المنظمات الامميه. توصيتي ان نغب بعضنا البعض في سوريا واليمن وفلسطين وكل الدول هذه، ان نغب بعضنا البعض ونقدم لبعضنا البعض، في السودان يقدم الى سوريا وفي سوريا يقدم الى السودان وهكذا يعني، وفي اليمن انا لا اريد ان اطيل، لكن يعني السودان الان يعيش مرحله اقتصاديه ضعيفه جدا، والان الوضع الاقتصادي في بلادنا يعني متردي جدا وتحت خط الفقر، نسال الله سبحانه وتعالى ان يرفع الوباء والبلاء من اهلنا في جميع العالم الاسلامي. جزاكم الله خير. عندك اقتراح عزيز الاخوان؟ الاخ اللي كان موجود هنا ليه خلاص خلص؟ مش حد ثاني؟ عاد هنا؟ لا انا خلاص حقفل، معلش لازم تكون عندك رئيس الجلسه لازم يكون تلم وبارك ولازم وتابع. لطيف. لا مفيش لطيف. السلام عليكم. مش هختصر يعني، انا تحدثت اكثر من مره، لكن هناك نقطه مهمه. اقتراح فقط هو بناء قاعده بيانات مستخلصه من المشاريع التي يعني قاعده بيانات، يعني تحدثنا اكثر من مره على اهميه الدائره، يعني باعتبار ان المشاريع والجمعيات هي تنتج معارف واحصائيات، يعني لابد ان تكون يعني منصه تجمع كل هذه المعطيات، باعتبار ان النظره التي ننتجها ونستعملها في بناء المشاريع هي نظره مبنيه على احصائيات ينتجها من هم خارج العالم العربي. انا يعني انطلاقا من خبرتي في البحث، هناك دراسات للمستشرقين، يعني منصه تجمع قاعده بيانات تنتجها الجمعيات وتستعمل لتوجيه العمل الانساني. شكرا جزاكم الله خير. والان معلش بعض الاخوه هيزعلوا مني يعني عشان بس الوقت، والا هنقعد الى ما شاء الله. اين الشاعر؟ اين الشاعر؟ الشاعر هنشوف الشاعر هيقول ايه؟ لو عجبنا كلام الشاعر هنقومه، ما عجبناش ان شاء الله يعجبنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على آله وصحبه ومن والاه. قلت تصافحت الأكف بكل ود ومن عبق الحضور العطر فاح، هنا الأخيار بين القوم دوما وبين الناس قد عرفوا صلاحا، مصابيح إذا ما الليل يغشى، شموس إن شعاع الفجر لاحا، وشاخصة إليهم كل عين تعاني الموت أو تخشى الجراحا. سمعنا ما تطيب النفس منهم من الأفعال ما يعني النجاحا، بهم تحققوا دورا كبيرا ليبنوا الجيل أرقاما صحاحا، ومعطاؤون في البذل كرام لكل النائبات هم سلاحا. هذه قصيدة يعني بالعربي متقطعة. الآن نأتي إلى أرجوزة لم تطل إن شاء الله. قلت الحمد لله الكريم الباري، ثم صلاته على المختار، وبعد فالشكر في الأولوية موصول للوكالة الدولية على قيامها بهذا المنتقى، سمت به أفكارنا في المرتقى، وكم وفيه كم لمسنا من فوائد من المبرزين والأماجد، تقلدوا أوسام أهل الخير فشيدوا سعادة للغير، وعنهم الرئيس بن عباد وفقه المولى إلى السداد، ومن أتى بالمنتدى الإنساني أستاذنا الحبيب ذا هاني، وصاحب الوصول نعيدها ومن أتى
كاتب المنتدى الإنساني أستاذنا الحبيب هذا هاني، وصاحب الوصول للحظوظ محمد ندعوه بن محفوظ، وفي بيور هاند والبقية تمثل الأيادي النبية، ومن بدأ منهم بدينارين ضعف الثواب نال في الدارين، وهمة قد أيقظت شبابا وبلغت في فعلها الصواب، وما يجيء من عطاء وما يجيء من يدي عطاء يشابه الكريم ابن الطائي، وشكرنا موصول للمؤثر أستاذنا والضاح ابن خنفري، ومن بعلم شرعنا خبير عصام شيخنا هو البشير، وهاد من تقود للتطوير شعارها التعاون الحضاري، وكل أخت شاركت في الحفل راجحة في فكرها والعقل، وكل من أتى لهذا الملتقى وطاب معهم الحضور واللقاء، فحبنا دوما لكم كبير والشكر والعرفان والتقدير، وأختم القول مصليا على محمد حاز الجنان في العلا. كل واحد يستحق قصيدة بذاته. يا مصطفى تعلم اسمك على البرنامج. مصطفى 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 الزبرة من الطلاب الوكالة الدولية للتنمية. بعتذر. نبدا باخونا زايد. يعني هنطلب منكم رؤيتكم الى ما بعد. أرجوكم اكتبوها وسلموا عنها، أرجوكم. أو أي انتقادات معايا؟ أي انتقادات؟ أي انتقادات؟ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. الحضور الكرام، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة يعني مؤتمر خلال الأيام الثلاث الماضية، هذا اليوم حقيقة فيه أعمار كبير للعقل والاجتهاد والثقافة والمعرفة، بحيث أن الإنسان يعني أطلق لنفسه العنان حتى يستطيع أنه يعرض بعض التوصيات والمقترحات التي كان يأمل سواء أثناء تواجده داخل الملتقى أو قبل ذلك. وهذه المقترحات هي من أجل صنيع من العمل، ومن أجل أن نرتقي جميعاً فيما نصب إليه. أول يعني أمر أنا حاب أتحدث فيه، وكان لي تجربة بسيطة فيه وأنا بعتبرها توصية من التوصيات، اللي هي إنشاء اتحاد عالمي للمنظمات الإنسانية. هذا الموضوع حقيقة يعني يشغل بال الكثير، وأنا يمكن استمعت الكثير من الإخوة اللي تحدثوا، كانوا يعني يتحدثوا عن هذا المضمون بشكله العام وبمضمونه العام، ولكن أنا أتمنى أن يكون من ضمن مخرجات هذا الملتقى إنشاء اتحاد عالمي للمنظمات الإنسانية. هذا الاتحاد يستطيع بعد ذلك من أصحاب الاختراق يعني اللي عندهم خبرة أن يفصلوا بعد ذلك كل محتويات هذا الاتحاد. وكان لنا تجربة، ولكن هذه التجربة لا أريد أن أخوض فيها، ولكن كانت ناجحة لحد بعيد جدا 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 من خلال التشبيك والشراكات والعمل داخل مؤسسات كل دولة. يستطيع الإنسان أن ينتسب لهذا الاتحاد، بعد ذلك يكون لنا مكانة
كما كان يتحدث بعض الإخوان قبل قليل في النوازل، ويكون لنا رؤية واضحة في الكثير من الأمور التي ينبغي أن ندخل بها، ويمكن الجميع مدرك الحجم الكبير الذي تقوم فيه مثلا اللجنة الدولية للصليب الأحمر. على غرار ذلك تعاملنا مع الكثير من الجهات، الكل كان يتحدث أين الكيان الإسلامي المستقل الذي يستطيع أن يجمع كل هذه المؤسسات. تحدثت عن 100,000 منظمة مجتمع مدني موجودة بالدول العربية والإسلامية. هذه المؤسسات بحاجة إلى رفع سوية، وبحاجة إلى مشورة، وبحاجة إلى كل المخرجات اللي نتحدث فيها، لأن النهوض بهذه المؤسسات يجب الوصول إليها. وتجربتنا كانت هناك بعض المعايير التي ينبغي أن تتوفر بهذه المؤسسات حتى تستطيع أن تنتقل ويكون عضو فعال داخل الاتحاد العالمي. ولذلك يعني هذا الاقتراح بكلمات بسيطة هو إنشاء اتحاد عالمي للمنظمات الإنسانية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني حقيقة يعني أثناء عملنا، أنا متخصص بعض الشيء بالأزمة السورية. أثناء عملنا أذكر قبل 8 سنوات و7 سنوات كانت الكثير من الجهات البحثية تأتي لمؤسساتنا، وبعد ذلك نكتشف أنه أغلب الأسئلة وأغلب الاستنتاجات بعد ذلك تكون هذه المرحلة المستقبلية المستشرقة إلهم اللي يطبقوها بعد ذلك. لذلك أنا أتمنى حقيقة أن يكون هناك بناء مراكز بحثية ومعرفة الاستشراق المستقبل، حتى العاملين يستطيعوا أنهم يتلمسوا الطريق بشكل دقيق وواضح أمامهم بالنسبة للمستقبل. بعض المنظمات، وأنا أذكر جيدا عندما قامت بإجراء دراسات داخل المملكة الأردنية الهاشمية لمدة 6 شهور، هذه الدراسة بأكد بنسبة 100% أنها تنفذ منذ 4 سنوات داخل أغلب الدول العربية، وأقصد بذلك الدراسات المتعلقة بعودة اللاجئين والخيارات التي طرحت بذلك الوقت قبل 8 سنوات اللي هي الدماج والعودة وإعادة التوطين. هذه الأمور يعني الذي كان بذلك الوقت يستطيع أن يدرك ذلك استراتيجية أو عمل مؤسسته بذلك الوقت أصبحت بهذا الاتجاه، وهم أقول أغلب المنظمات الدولية تعمل أو الجهات البحثية تعمل من أجل أنهم يضعوا الطريق سواء للحكومات يقدموها أو للجهات العاملة أو غيره. أنا أظن أنه إحنا بحاجة ماسة أن يكون عندنا مثل هذه المراكز البحثية الدراسية اللي تعطي استشراق للمستقبل وتسهل الكثير من الأعمال على العاملين داخل العمل، لأنه لما تكون رؤيتي واضحة وعارف ما هو المستقبل والطريق بكل تأكيد أنا راح أعمل بشكل يعني صحيح وسليم ودقيق. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث تحديد الخطاب أو تجديد الخطاب المعرفي الثقافي للإنسان وإعادة النظر في بعض المفاهيم. أنا يعني كنت مستمع جيدا للدكتور حسين عندما تكلم عن إعادة مفهوم التنمية. يعني هذه المفاهيم، لأنه للأسف أنا أرى أنه صار لنا بعض الجمود في تعريف بعض المفاهيم. نحن بحاجة إلى نقلة نوعية حتى نستطيع أن نتواكب بما يتلائم مع تراثنا العربي والإسلامي حتى نكون واضحين فيما نريد. هذه المعرفة وهذا الأمر وهذه المفاهيم التي ينبغي أن يكون لنا بصمة كبيرة فيها تعطينا الكثير من المزايا التي نتعامل بها. الأمر الآخر بناء منظومة قيم إنسانية من التراث العربي والإسلامي. أنا أظن أنه في بعض الكتابات وضعت بذلك، أذكر كتاب أخونا عباس عروة وضع له إطار عام بهذا الأمر، ولكن أنا أتمنى أن تكون هذه المنظومة شاملة وجامعة
لكل ما يريد بهذا الإطار وبهذا الوضع. الأمر الخامس، يعني هذا الملتقى حقيقة يعني أبدع في ما طرحه المحاضرون. هناك أشخاص قادرين على الإبداع غير موجودين. أنا حقيقة أتمنى إنه يعني نرتب مستقبلا إنه أغلب الدول العربية والإسلامية مثل هذا الملتقى يقام فيها هذا الملتقى حتى نستطيع إنه نتعامل مع كل الأفكار. قد تكون أفكار موجودة عن جهات أخرى غير الجهات. وأضرب لذلك مثل، قبل سنتين لغاية اللحظة هاي، قبل شهر كنا في مؤتمر. هذا المؤتمر كان في إيطاليا عندما شاركت فيه 7 دول. خلاصة المؤتمر أنه وجدوا أنه أكثر دولتين عندهم المقدرة على المعرفة، أكثر دولتين وعندهم طاقات معرفية، وأثروا هذا المؤتمر لمدة 2 عام دولتين الأردن ولبنان. مع ذلك كان معنا إيطاليا، كان معنا إسبانيا، كان معنا بلجيكا، كان معنا دول أوروبية. لماذا؟ لأنه العقل العربي زاخر بالفكر والمواهب، ولذلك إحنا من واجبنا أنه نبحث، نذهب إلى هذه الدول ونستطيع أن نقيم هذه الملتقيات يعني بأقل التكاليف ولكن بنتائج مهولة جدا حتى نستطيع نرفض هذا الشيء. الأمر السابع يعني الكثير تحدث فيه اللي هي عدم التبعية شركاء لا أجراء. تعاملنا مع منظمات كثيرة، وأنا بقولها للأسف يعني بشفافية تامة، الكثير من هذه المنظمات تتعامل مع مؤسسات المجتمع المدني على أنه يجي عندها وليس شريك، وهذه مشكلة كبيرة. إحنا إن ثقافتنا وإن مفهومنا وإن عاداتنا وإن تقاليدنا وعندنا الكثير من الأمور الذي ينبغي عندما نتعامل مع هذه الجهات أو هذه المنظمات يكون في توازن بالتعامل بيننا وبينهم. وأيضا ذكر الكثير من الإخوان أنه بعض المشاريع وبعض الأمور تناسب في منطقة معينة ولا تتناسب مع منطقة أخرى، ولذلك أتمنى عدم التبعية وأن نكون شركاء لا أجراء. المشاركة، هذا الأمر ذكره أستاذنا الكريم والحبيب دكتور هاني، مشاركة بالنوازل. قبل تقريبا 3 أشهر كانت هناك ورشة عمل واستطعنا أنه إحنا نتحرك بشكل إيجابي وجيد. هذه الورشة كان لها علاقة بأوكرانيا، خطبنا، ابتدأنا العمل بهذا الأمر من داخل السفارات. أنا شخصيا خطبت السفارات، السفارة الأوكرانية والدول الأخرى، كانوا، خلني أكون دقيق معكم، هذه السفارات كانت عند حالة من يعني من الذهول إنه دولة على سبيل المثال مثل الأردن بوضعها الاقتصادي وما إلى شبه ذلك تتحدث عن تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة في أوكرانيا أو بالدول المحيطة إلها. هذا الأمر كان له يعني لا أريد أن أدخل بالتفاصيل، ولكن يكفي أن أوصل رسالة إنه شعرت بأنه هؤلاء شعروا أنه عندنا رسالة صحيحة وأنه إحنا نتكلم بالإنسانية ولا يوجد تمييز بالعرق باللون بالطائفة، لا يوجد نهائيا. ولذلك بعد ذلك بعثونا أكثر من دعوة حتى نستطيع نجلس معهم ونطلع على الدول ويكون عندنا نظرة قريبة. أنا أتمنى أنه إحنا يكون عندنا هذا الفكر، أي نازل بالعالم يعني نستطيع نقدم شيء فيها. أختم بأمر يعني حقيقة أمر العلاقة بالشباب. أنا من الشباب، أنا يمكن عمري 54 سنة تعديت، يمكن كمان شوي بصير من الشباب 60 إذا تسمحوا، ولكن الأصل إذا بدنا إحنا رؤية مستقبلية وبدنا بناء أجيال يجب أن يكون للشباب العربي المسلم دور فاعل في الأعمال التي نقوم فيها، وأن يتبوأ هؤلاء الشباب المراكز القيادية لأنهم هم الباقون لغاية هذه اللحظة ويستطيعوا
أن يقدموا الأشياء الكثيرة التي يمكن أن نستفيد بها. ونحن في أكاديمية الرواد في دولة الكويت قمنا بالكثير من الأعمال اللي بتدخل في ضمن هذا النطاق اللي أنا ذكرته. وبالنسبة لمنصة تكامل أيضا قامت ببعض الأعمال المعرفية والبحثية اللي الآن عمالها بتقوم فيها، ولكن الأصل أن يكون هذا الجهد وهذا العمل جماعي من الجميع. أعتذر عن الإطالة وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام وبركة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. انسجاما مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. أسأل الله عز وجل لا يكون كلامي هذا مدحا، إنه إذا صح الحديث أحثو في وجه المداحين التراب، لكن من لم يشكر الناس لم يشكر الله. دكتور هاني بنا، هذا الكلام الذي سأقوله له ما بعده. دكتور معي مش عارف أستاذك، مثلا أشكرك؟ لا، لأن أشكرك لأني سأكلفك بالمهام بعد هذا الشهر. أنت مرجع وشيخ في العمل الإنسان، والكل يقدرك ويصغي إليك. لذلك أقول لا نريد أن نكون تجار كلام. لقد كل منا حضر مؤتمرات وملتقيات متعددة، لكن السؤال الذي نتساءله جميعا، بماذا خرجت هذه المؤتمرات؟ ربما خرجت بأشغال دونت وطبعت في كتب كالوسائل، لكن ما هو الأثر الذي أحدثته هذه الملتقيات؟ لا نريد أحبتي أن نكون في هذا الملتقى تجار كلام. لذلك أقول سيدي، أنت شيخ العمل الإنساني وأنت مرجع، وأعتقد أنه من أراد أن يدشن عملا في هذا القطاع فينبغي أن يأخذ الإذن منك وأن يأخذ السر. لذلك أقول إنه وكما قلت في سابقا إنك تريد أن تموت وأنت تتعلم، نقول دكتورنا الحبيب مت فارغا، بمعنى ما زال في جعبتك الكثير مما تصنع وتفعل خاصة في هذا المجال. قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام كانوا لا ينتقلون من آية إلى آية أخرى إلا بعدما يتأكدون من أنهم ثبتوا هذه الآية في سلوكهم وحياتهم. وسيرا على نهجهم نريد أن يكون لهذا الملتقى أن تكون لهم مخرجات إن شاء الله تعالى. لذلك فإننا في المركز الدولي لقيم الإنسان والتعاون الحضاري نتشارك معكم هذه المقترحات. أولها بداية ندعو إلى تجديد النيات، بأي نية وبأي إرادة وبأي فهم، بأي نية أقوم بهذا العمل الإنسان؟ هل من أجل السمعة؟ هل من أجل أن يقال أحسنت؟ هل من أجل دنيا نصيبها؟ أم من أجل مرضاة الله؟ ينبغي جميعا أن نجدد النيات، فالنيات تحول العادة إلى عبادة. هذه أولا. ثانيا وهذه أشرى أقول، يعني كما قالت خديجة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءها الوحي أول مرة وجاء فزعا، قالت له والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق وما إلى ذلك. فإذا هذا عمل شريف جدا. أقول أيضا لإنجاح عمل هذه المنظمات العاملة في القطاع الإنساني لابد من إلى إنجاح هذا العمل من توفر شرطين تحدث عنها الإخوة جميعا، تحدث عنهما وما شرطا الأمانة والقوة. أبدأ بشرط الأمانة. شرط الأمانة يتطلب شيئين، أولا إطار نظري تأسيسي تأصيلي للعمل الإنساني، وأعتقد أن محاضرة الدكتور عصام بشير تفي بهذا الغرض، هي إطار لا يكفي، هي إطار تأسيسي تأصيلي. وهذه الرسالة أعتقد أنه من الواجب أن تطبع وأن تكون إطارا نظريا تأصيليا لهذا العمل، لكنه غير كافي. الذي يكفي الذي يتمم هذا العمل هو ضرورة صياغة ميثاق أخلاقي للعمل الإنساني.
يمتح هذا الإطار من أخلاقيات العمل، من أخلاقيات المجال المتداولة كما يعرفها كما يعرفها نحن وكما يعرفها غيرنا من غير المسلمين، لكنه أيضا يمتح من 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 شريعتنا ومن قرآننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. والكل يعلم أحبتي أن العاملين في القطاع ليسوا ملائكة، قد وقعت أحداث من قبيل خيانة الأمانة، لذلك لا بد من ميثاق أخلاقي يتضمن معايير محددة ننضبط جميعا لها من أجل أن يكون عملنا عملا منضبطا بهذه الضوابط. ولذلك هذا هو العنصر الثاني من عنصري شرط الأمان. الشرط الثاني هو بناء القوة. بناء القوة يتطلب تأهيل العاملين في المجال الإنساني، وأقترح إجراءات التالية. أولاً عنصر التدريب، وفي هذا الإطار أقول ينبغي أن نستفيد من المنظمات التي نتوفر عليها في هذا الإطار، ومنها HAB التي تشرفنا بالاستماع للدكتور سيد. أيضاً نستفيد من أقسام التدريب المتوفرة في المنظمات العاملة في القطاع. كل أعتقد أن كل منظمة يعني تابعة خاصة الإسلاميك ريليف لها قسم خاص بالتدريب، ينبغي أن نستفيد من هذه الأقسام. هذا يقتضي إذا أردنا أن نعد دليلاً تدريبياً، وقد وردت في بعض المقترحات، إذا أردنا أن نعد دليلاً تدريبياً ينبغي أن نعد لذلك عدته، وهو أن نقوم بدراسة، لأن هناك متطلبات لا نحتاج فيها إلى دراسة، هي متطلبات عامة، ولكن فيما يتعلق بالاحتياجات الخاصة لا يمكن أن نبني على الانطباعات، لا بد من بناء دراسة علمية فيها استبيانات وفيها مقابلات وكذا إن شاء الله تعالى من أجل إعداد هذا الدليل. يعني إذا هذا المقترح هو إعداد دليل يكون مرجعاً في مجال التدريب لمختلف المنظمات، يعني نوحد هذا الأمر يكون إلى مرجع إن شاء الله في التدريب. المسألة الثانية في إعداد القوة هي إعداد دلائل معرفية عامة تتضمن الأطر النظرية للاشتغال، مثلاً وهي دلائل مرتبطة بالعمل الإنساني، من قبيل مثلاً إدارة المشروعات، من قبيل مثلاً مجالات العمل الإنساني، من قبيل أهمية التفاوض وأساليب الإقناع، من قبيل أهمية الشراكة. وهذه أطر نظرية لا نحتاج فيها إلى دراسة، أطر نظرية ينبغي أن تتوفر، كل منظمة تريد أن تشتغل تجد هذه الدلائل العلمية المعرفية التي تؤثر عملها. ثالثاً إعداد دلائل منهجية، في البداية قلت دلائل نظرية، ولكن هذه في العنصر الثالث إعداد دلائل منهجية تجيب عن السؤال كيف، مثلاً كيف أحصل على الدعم، كيف أقوم بتغطية إعلامية لعمل الإنسان، كيف أوثق، كيف أرشد، كيف أحاسب، كيف أحكم. هذه الدلائل ينبغي أن تجيب عن الكيف، وبالتالي هي دلائل منهجية لا بد في الانطلاق منها من احتياجات المنظمات. إذن هذه دلائل، ثالثا دلائل تجيب عن الكيف، رابعا دلائل اعتبرها دلائل خبرات وتجارب تتضمن تجارب ناجحة في مختلف مجالات عمل الإنسان، أشرطة فيديو ومقاطع توثق لهذه التجارب مثلا، إجراء أيضا مقاطع فيديو توثق أو يعني أو حكايات كما تحدث الأستاذ أسعد طه. المهم أن نوثق للتجارب الناجحة في مختلف المنظمات العاملة في قطاع العمل الإنسان، وأن تكون هذه الوثائق وهذا الدليل، نقول الدليل إعلامي، هذه المحتويات تكون رهن إشارة كل منظمة تريد أن تشتغل في هذا المجال. طيب أختم بالإجراءات، إجراءات تنظيمية، هذه الأمور تتطلب إجراءات تنظيمية. أولاً جمع بيانات الملتقى وإحداث مجموعة خاصة بالملتقى في إحدى المنصات الاجتماعية، اقترح مثلاً منصة التليجرام، يعني كل البيانات المتوفرة عن الجمعيات والمنظمات وكذا تنشأ مجموعة لهذا الأمر في التليجرام، ومن أجل إن شاء الله تعالى التواصل وكذا. هذه أول شيء، إذن جمع بيانات الملتقى وإحداث مجموعة لهذا الأمر. ثانياً إحداث مجموعة أو لجنة لتنسيق الجهود، تكون وظيفتها الأدوار التالية: الاتصال بالمنظمات العاملة في المجال،
تحديد مواعيد وأجل إنجاز، وضع الخطط والتشاور بشأنها مع المعنيين، التوصل بالمشاريع والمنجزات، القيام بمختلف الإجراءات من أجل المراجعة والمصادقة، إعداد أرضية تحضيرية لإحداث إطار قانوني يجمع المنظمات العاملة في العمل الإنساني، توجد يعني تحضر يعني أرضية قانونية من أجل إن شاء الله تعالى إطار يجمع هذه المنظمات، يمكن أن نسميه الائتلاف العالمي لمنظمات العمل الإنساني أو ما شئنا. ثم آخر دور من أدوار هذه اللجنة المسخرة هي إعداد الملتقى المقبل. إن شاء الله تعالى في الملتقى المقبل ما المضمون في الملتقى المقبل أن يكون هناك عرض لمختلف هذه المشاريع والإنجازات، ثم الخروج بإطار تنظيمي مثلا نسميه اتحاد منظمات العمل الإنساني أو أي تسمية إن شاء الله تعالى في هذا الإطار. وشكرا. دكتور رسالة كحلوت هو قام من القامات الأكاديمية والمهنية والحرفية والميدانية، جمع كل إحسان الحسنى إحسان الإحسان في شخصيته، فهو غسان وإحسان في نفسه. السلام عليكم. الصوت عالي كثير. أنا عادة صوتي منخفض بس الميكروفون حاس من أنا من الصوت عالي كثير، فإذا كان خليه بعيد يعني. شكرا كثير دكتور هاني على تقديمك الجميل، وشكرا على دعوتك، وشكرا على إتاحة الفرصة لي، وشكرا للمنظمين على إتاحة الفرصة لي للحضور هنا، وشكرا للإخوة على النقاط الشاملة المنظمة اللي فيها خطوط واضحة تماما. لن أطيل عليكم لأنه يعني أطلنا في الوقت أكثر من ما هو كان متوقع، وأتوقع أن السيشن الموجود بعد الغداء أصلاً هو مش سيشن سهل، فعايز بس بعض الملاحظات وبعض النقاط. لم أضيف كثيراً عن النقاط التي تفضل فيها الأخوة والزملاء، يعني هي ما شاء الله نقاط ممتازة جداً. حبدأ بس ببعض النقاط البسيطة ولم أثير كثيراً في الحديث. الأولى اللي هي الموضوع اللي أثير كثيراً في النقاشات عن موضوع اللوكاليزيشن أو توطين الاستجابة الإنسانية، وهو أحد المواضيع اللي تعتبر تريندينج في العمل الإنساني الدولي حالياً، على وخاصة بعد مؤتمر قمة الإنساني في 2016، إنه منظمات دولية تتحدث كثيراً عن موضوع توطين الاستجابة، وحتى الآن ما فيش نجاحات كبيرة على الانتقال من المنظمات الدولية الكبيرة إلى تغطي المنظمات المحلية والمنظمات الوطنية في البلاد. ويعزو ذلك يعني الموجود في الأدبيات اللي كتبت على هذا الموضوع، لأن المنظمات مش فقط اللي بتلوم نفسها، كمان هي توجه اللوم للمنظمات الموجودة سواء في بلادنا في اليمن أو في فلسطين سوريا. بتتحدث عن نقاط كثيرة اللي هي بتكون عوائق أمام توطين الاستجابة والشراكة الكاملة أو إعطاء الجزء اللي كان يعني ربع في المية من الميزانيات 25% من موازناتها إنها تروح للمنظمات المحلية، وهي بتتكلم على يعني أشياء إحنا بنعرفها في المنظمات المحلية وبنتكلم عليها دائما في لقاءاتنا، بتتكلم عن ضعف الحوكمة، بتتكلم عن اللي هو الإطار المجالس الأمناء اللي بتتدخل في العمل التنفيذي، بتتكلم عن موضوع اللي هي عدم الشفافية المالية، بتتكلم عن كشوفات مستفيدين تظهر دائما اسماء العوائل اللي هم موجود منها اعضاء المنظمات، بتتكلم على انه في غياب مهني في تقديم البروبوزل واعداد المشاريع، يعني الستاندرد اللي هو العالمي الموجود المتوقع من المنظمات المحليه، يعني تشكو منه المنظمات الدوليه وتتوقع بان المنظمات المحليه المفروض انها تبذل جهدا اكثر لهذا الوصول. يعني أنا أستوعب تماماً وجهة نظر المنظمات المحلية أن نطلب منها أكثر مما تستطيع عمله، وهي مراحل يجب أن تأخذ وقتها حتى تنضج. هذا يقودني إلى شيء آخر أظن من موضوع التريندينج في العمل الإنساني الدولي اللي هو البروفيشناليزيشن، أو إذا يعني أردت ترجمة المصطلح اللي هو السعي إلى المهنية، أو إنه ما بعرف إيش المصطلح المناسب. Professionalization of humanitarian action. تمهين بتطلع كلمة.
التمهيل اكثر اذا القاعده او ايش بدنا نحكي صعبه. المهم انه تاريخيا العمل الانساني هو بناء بالناس اللي هم اصحاب النوايا الطيبه. دكتور هاني اذا بدنا ناخذ المثال، دكتور هاني طالب طب بيعمل دراسات عليا، واكيد طالب طب في بريطانيا عايز في ذلك الوقت انه يكون مجدي يعقوب اخر يحلم بهذا الموضوع، لكن اخذته روح التطوع وحب الايثار وانه يعمل منظمه الاغاثه الاسلاميه، والاغاثه الاسلاميه تكبر ويظل هو طبيب في المستشفيات البريطانيه ويظل يكمل الدراسه لغايه ما اجت مرحله التسعينات، وهذا كان اتجاه عالمي فقط مش مرتبط بالاغاثه الاسلاميه. في التسعينات كانت اللي هي مآسي الكبرى رواندا والبوسنه وتفكك الدول شرق اوروبا والحروب اللي صارت، هذا دعا لانه فشل المنظومه الانسانيه الدوليه، بل يتكلموا بشكل كبير جدا عن الاحترافيه المهنيه او ايش سميناها؟ انه يصير العمل الانساني اكثر احترافيه، ووجوب الاحترافيه في العمل الانساني الدولي. لو احنا اذا عايزين ان احنا نتعلم من التجارب الدوليه، يعني اعود لكلام سعاده السفيره صباحا على انه اخذت اوروبا عصر النهضه قرون، اخذ الولايات المتحده 100، اخذ النمو الاسيوي 50 سنه، فاذا احنا عايزين نتعلم من تجارب الاخرين ونسقطها عنا، الاحترافيه واضحه في او الاتجاه الاحتراف في المنظمات الغربيه كان واضح تماما، يعني على الاطر الحوكمه، على مؤسسات اكثر فعاليه، على ستاندرد معايير واضحه، ثوره المعايير اللي بنعرفها كلنا من معايير سفير لمعايير السي اتش اس، الكثير من المعايير اللي استحدثت من اوجه الاحترافيه اللي صارت في العمل الانساني كمان اللي هو الدرجات الجامعيه. يعني من سنوات التسعينات والجامعات الغربيه بتطرح ماجستير ودكتوراه في العمل الانساني. من مواجه الاحتراف انه صار عندك مكتبه عملاقه اكاديميه في مجال اسمه العمل الانساني، احنا بنعرف علم الاجتماع، بنعرف علم السياسه، العلاقات الدوليه اللي هي المجالات التقليديه في العلوم، لكن عمرنا ما كنا بنتوقع انه في حاجه مثلا العمل الانساني، حنكتب ايش الثيوري اللي فيه، ايش النظريات، ايش لكن نجحوا في انهم يعملوا استحداث الاقسام في هيك تخصصات، انتشرت في الجامعات الغربيه بكلها الان فيها تخصصات بتعطي الماجستير وبتعطي الدكتوراه في العمل الانساني، وحتى في جامعه بريطانيه بدات انها تعطي بكالوريوس، يعني 3 سنوات دراسه في العمل الانساني. فهذا يعني هذه وجوه احترافيه موجوده، في حاجات اخرى لغايه انهم بدوا الان يتكلموا عن موضوع انه علشان الطبيب يشتغل في الطب بيلزموا شهاده الطب وبيلزموا امتحان ممارسه المهنه، يعني اذا بدي اتكلم عن الحاله البريطانيه اللي هي الجي ام سي، عشان يكون طبيب اذا فقد هذه الاشياء لم يكن طبيبا، المهندس عشان يكون لازم يكون معاه شهاده في الهندسه، اي تخصصات لها علاقه بحياه البشر بتكون صعبه جدا في الحصول على اللي يوصف ممارسه المهنه. فاذا كان العمل الانساني صعب وله علاقه بحياه البشر، فلماذا لا يكون له مثلا رخصه لممارسه المهنه؟ المهم هذه يعني الحاجات الموجوده في العالم، يعني احاول بس تسليط الضوء عليها بسرعه بدون تفصيل كثير. لو انتقلنا للمنطقه العربيه حاليا او المنطقه، انا يعني اجد في كلام الزملاء يعني الكثير من النقاط الشائعه، لكن احب اضيف عليها انه يعني لا نريد، يعني نريد ان نتعلم من التجارب الدوليه ولا نريد ان نكرر ما فعله الاخرين، احنا نريد ان نبني عليه. يعني موضوع مظلات جديده يعني يحتاج الكثير من الدراسه والتعقل، يعني الدراسه الكافيه. يعني لماذا اريد ان ابحث عن مظله جديده وهناك مظلات؟ لماذا لا اعزز حضوري في المنظمات الدوليه وفي المظلات الدوليه؟ ويكون لي حضور فاعل مؤثر. مع ان مؤسسه المنتدى الانساني، لماذا لا نستفيد من الدكتور هاني ومؤسسه المنتدى الانساني في انه يكون هذا جزء من عمل المنتدى الانساني اللي هو منوط به من ساعه نشاته من 17 سنه يعني. ليش اروح اعمل مظله جديده؟ في حاجه في الجامعه العربيه كمان اللي هو مع الشيخة قصة الثاني، وهي كانت يعني تتكلم معي من شهر تقريبا على موضوع انه هي عايزه تعمل داتا بيز لموضوع المنظمات العربيه العامله في المجال الانساني. فلماذا لا يتم التخاطب معاها في القسم وعمل الداتا بيز المطلوبه؟ بالنسبه ونفس الكلام برضه مع مؤسسه منظمه التعاون الاسلامي.
في زمن ما كان سعادة السفية موجود كان لها جهد عملاق في موضوع التنسيق ولا لا أدري لما اختفى الآن، بس كان لي مجهود كبير جدا حتى إنهم بلوا في الأكاديمية اللغوية لو دي آي اللي هي معهد التنمية الدولية في بريطانيا كتبت مقالة عن لو آي سي في الصومال على إنها بديلة الأجهة. هذا الكلام تقريبا 2013-2014. فإحنا في حاجات كثيرة اللي إحنا ممكن إنه ندخل فيها وننهي بدون ما إحنا يعني نجهد أنفسنا في إنه نخلق أطر جديدة. الأطر موجودة نحاول نخش فيها ونحاول نستفيد منها. ولو في أي سؤال آخر نستطيع الإجابة عليه، بس احترام الوقت و طيب هي فقط نقطة أخيرة هي على موضوع الاهتمام بالبحث والأكاديمية. هذا جزء كثير مهم في موضوع تطوير العمل الإنساني واللجوء الاحترافية. يعني في الغرب الآن من التسعينات تحديدا في مجلات متخصصة أكاديمية بتنشر أبحاث أكاديمية عن عمل إنساني. في أكثر من واحدة بيهتموا هذه المجلات الأكاديمية هي أصل يعني التطوير الأكاديمي هو اللي بعد كده نستطيع نبني عليه ويتم تطويره ودراسة التجارب الإنسانية اللي موجودة عندنا. هذه واحدة مجلات موجودة باللغة الإنجليزية، يعني مفروض إنه يتاح هذا الإنتاج الموجود هنا. إنه إذا إحنا نفكر إنه يتاح الإنتاج هذا باللغة العربية، إنه إحنا نقنع الناس اللي بتنتج باللغة الإنجليزية إما إنه إحنا نبدأ بالإنتاج باللغة العربية وإما إننا نعمل على مشروع ترجمات للمقالات الغربية إنه نعملها باللغة العربية. وإحنا عن نفسي كمدير مركز دراسات النساء والعمل الإنساني عملنا اتفاقية مع معهد التنمية الدولية في إنجلترا على موضوع إنه إحنا نأخذ مقالات منتقاة من مجلة اسمها مجلة الكوارث، وهي تقريبا أقدم مجلة من السبعينات من 77 وهم بيعملوا مقالات. نأخذ مقالات ونعملها ترجمة على إنها تكون متاحة للجمهور العربي بقراءة المقالات الأكاديمية. الثاني على موضوع له التدريب الأونلاين، إنه إحنا يعني في كثير من الأشياء أدوات التدريبية متاحة أونلاين، مش محتاجة إنه أنا أروح أعمل إطار جديد بصراحة. اللي Humanitarian Leadership Academy غير Humanitarian Academy for Development هي مبادرة موجودة من سنوات طويلة وموجود عليها عدد كبير من الدورات كبير جدا باللغة الإنجليزية باللغة العربية كل اللغات موجودة وفي دعم كبير. أنا أتذكر دكتور هاني كان حكى لي إنه دعم مبادرة الأمير وليد بن طلال وكان يعني 20 مليون دعم. هل ما في دورة في الدنيا في العمل الإنساني لن تجدها هناك وبتمنحك شهادة فورية فيها. أنا يعني أعطيها لطلابي في الماجستير إن هم ورد بتاعهم إنهم يأخذوا دورات في هذا الموضوع إنهم يشتغلوا عليه. وما في ما بعرف إذا في حاجة لأنه أنا أعمل حاجات جديدة. الأونلاين هو المستقبل بطبيعة الحال، موجودة كثير من الأشياء. بالضبط حاجات تانية يعني اللي من خبرتي الحديثة جدا هاي إنه إحنا الآن في دول الخليج أسعى مع اللي هو حاجة اسمها هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في دولة قطر إنه إحنا نطلب ماجستير تنفيذي للعاملين في المجال الإنساني، مش ماجستير أكاديمي، ماجستير تنفيذي واللي هو بيعطي البيزك سكيلز في العمل الإنساني ولمدة سنة، ويكون الهيئة اللي هي مسؤولة عن تنظيم قطاع العمل الإنساني في دولة قطر من شدة حماسها لهذا الماجستير تعتقد إنه في المستقبل قد يكون من يعني سيجبرون كل من يعمل في العمل الإنساني على اجتياز هذا الماجستير مدة سنة لكي يكون قادراً على مواصلة العمل في هذا المجال. يعني هي بالتأكيد على أهمية التعلم والمعرفة. أنا شاكر جداً وأسف جداً للإطالة عليكم وانشرف من النقاط والتفكير. هذا ليس عندي ما أضيفه. نعم احنا اتفقنا مع السيد هو ما عندوش حاجه وانا بقول السيد ما عندوش حاجه وانا عندي ايه بقى؟ لا انا ما عندي حاجه. انت عندك كل شيء يا سيدي والله انت معانا. ده انا بلبس عينه من النهارده للصبح. اهلا وسهلا دكتور. بعد طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على الله. انا حكيت مع اعطيه انا ما عندي اضافه على ما قيل. انا اثني على ما قيل كله وخير الحديث حديث ما قل وجل لانه في الكلام جيد فلا اريد ان أكسد الكلام الجيد الذي يقيم بذلك كلام الدكتور غسان الأخير. بارك الله فيك. أنا أعتقد أنه يعني هذا المنتدى قيم جدا حقيقة وقيم إخواننا. نحن لأول مرة بعد الكورونا بدنا نتابع الآن مباشرة ولذلك الناس كلهم حريصين يسافروا ويصلوا ويتكلموا ويقابلوا بعضهم البعض
ويتعرف وكذا، فلذلك نقول ان هذا الوقت مناسب جدا بالنسبه لنا. وفي سنتين انقطع التواصل في المؤتمرات المباشره، ليس بالعمل الانساني، بالعمل كله حقيقه انقطع. ولذلك هذه العوده جاءت وقت مناسب جدا بالنسبه للناس، حماس كبير جدا واضح من الناس الموجودين. لكن ده يعني فقط النقطتين اللي هتكلم عنهم قالوا من الاخ دكتور غسان، انا اخذ فيها جانبين. الجانب الاول كمان انا ما ميال لقضيه انشاء اتحادات بتجربه العمل الطويل اللي عملتها في العمل الانساني. الناس احيانا بيعملوا نوع من الكواليشن، تحالف لقضيه بعينها في النهايه. الفكره الاساسيه اللي قالها طارق، انت بالنهايه لو في كواليشن بينفع مجموعه، الكواليشن الميزه فيه كل حد موجود في مكانه، عنده اسمه، عنده آليته شغال بها. لكن بيتفقوا انه والله في ازمه، في مجاعه في الصومال، احنا حنعمل تحالف في الصومال، ولا تحالف في افغانستان، ولا تحالف في سوريا. بيتجمعوا كلهم لكن بيتكلموا بانسان واحد. فاذا كان واحد عنده 100,000 دولار والثاني عنده 500,000 والاخر عنده مليون، هقول حندخل الموضوع السوري لهذه السنه حندفع 15 مليون دولار، دي قيمه كبيره جدا حقيقه. بدون ما يكون اي واحد اصلا اثر على الاستراكشر بتاعه الموجود فيه. نمره اثنين بيعطيهم لسان في المجتمعات الدوليه، يعني انت لما نتكلم اي واحد منا بامكاناته هو يتكلم، يقول احنا انا جاي تكلمت كنت المنظمات الغربيه يتكلم بمليونز مليونز، احنا نتكلم عن الاف عن ملايين قليله. ولذلك كل واحد منا يتكلم بلسانه يتكلم بشيء قليل، لو تكلمنا مع بعض بلسان واحد يتكلم بمبالغ كبيره جدا. فانا افتكر دي حق القضيه اللي نفكر فيها يعني. الاراء التي قيلت انا اعتقد ان كوبي اللجنه، لو اللجنه المنظمه لهذا المؤتمر تداولت هذه الاراء بينها بالزوم، والزوم اصبح وسيله مهمه جدا للتلاقي والتواصل، وشارك بعض الناس ممكن بلور هذه الافكار بلور عمليه بتبتعد عن الحماس وتكون ميال للواقع بصوره جيده. وانا اختم يا اخوان، والله هذا المجال محتاج انه كل منا يسعى الى تاهيل نفسه في هذا المجال، محتاجين ناس مؤهلين في المجال. وافتكر دكتور غسان قال كلام مهم جدا، احنا الان اونلاين ممكن تجد دورات كبيره جدا في العمل الخيري والعمل الانساني في مجالات مختلفه. انا بالذات بقول للشباب التاهيل العلمي والاكاديمي مهم جدا لكم في هذا المجال، لانه احنا عاوزين نخلق ناس عندهم المقدره وعندهم المهنيه والحرفيه التي يقودوا بها هذا العمل ان شاء الله. شكرا لكم، بارك الله فيكم وجزاكم الله. السلام عليكم. أنا في الحقيقة قلت لسعادة السفير إن أنا مش عاوز أضيف حاجة بعد النظافة، لكن عشان الدكتور هاني بس مش موجود فأنا هملى الفراغ بس. أنا بس عايز أقول لما الدكتور هاني البنا عمل المؤسسة كان عنده كم سنة؟ 31، 32، 32. فأنا بقول إنه من النشاز إن سيد الزناري 63 سنة لسه ممكن يشتغل. والجيل ده عجبني اخونا اشرف وهو بيتكلم، لما قبل ما يتكلم وكان البرزنتيشن بتاعته رائعه، قال انا بشكر استاذي مين؟ ياسر. ولو سالته ياسر تحديدا مش حاجه، هيقول لك سيد الزناري ما شاء الله. وانا بقول ان في بيني وبين الدكتور هاني جيل تاني، انا لا اتصور ان انا ابقى وطارق يعرف ده زي الدكتور هاني، حتى لو بيني وبينه مثلا 5 سنين ولا 6 سنين. لكن المتقلد اشرف هيبص لسعاد وممكن يبقى استاذها. أنا أحمد الله إن هذا الجيل الموجود ده الذي لم يحدث من 500 سنة في عالمنا الإسلامي والعربي، إن بقيت في جيل 2 3 4 كله بيشكر بعض. خالد العيسى قال وسيد الزناري قال، لكن هو راح علم أخته بتعلم بنتي. الجيل ده في الحقيقة ماشي بشكل، دي نقطة. النقطة الثانية، أنا بعتذر لحضراتكم على طريقة الجلوس. أعتذر بشدة في الحقيقة، وأخونا وئام يعرف. ما كنا نتصور يا اخ وئام واحنا قاعدين في القاعه اللي كانت تلت دي قبل 3 شهور واحنا بنعمل لقاء ان العدد ده هيجي، ما كناش متصورين في الحياه. وبعتذر للاخوات اليمنيات واليمنيين، هذا المؤتمر ليس لسوريا وليس لليمن، ولم نكن ابدا نفكر لا سوريا ولا اليمن ولا حاجه، فلم تكن مقصوده ولم تكن مقصودة. لكن عايز اقول انا من الناس اللي زي اخواننا الكرام، احنا كنا في افغانستان وفي رواندا وبروندي والصومال والبوسنه وكوسوفو مع اسلام كريم على مدى ال 25 سنه كنا في كل حته. التجربه السوريه عندها يونيك فاليو، عندها تفرد في قضيه واحده. احنا لما نزلنا الصومال كان في مشاكل في الصومال، مجاعه في الصومال، مؤسسات عملت في الصومال ثم اختفت. وفي السودان كان في كوارث كتير وفي منظمات، وفي افغانستان وفي البوسنه. الدوله الوحيده على حسب ما ارى التي حدث فيها نضج مؤسسي
قبل الثورة لم يكن المجتمع السوري يعرف كثيراً عن المجتمع المدني، ربما الكونسبت ما كانش موجود، وطلع ناس طلعوا عملوا مؤسسات، وده ما ممكن حصل قبل كده. لكن قدروا يغيروا في المؤسسات الدولية والفاليوز وقيمة المية والسفير ويغيروا حاجات كتير. مش ده اللي حصل، أكتر إن عملوا شبكة تجمع المؤسسات وشبكة تاني وشبكة تاني، ثم عملوا رابطة للشبكات. بمعنى إيه؟ هناك مؤسسات الدكتور عبد الرقيب موجودة في اليمن كتير، الوكالة بدأت تعمل ده. وكالة ليست تقدم خدمات للمحتاجين، وإنما تقدم خدمات للجمعيات. الألتيميت جول بتاعها الجمعيات. لما بكلم الدكتور عبد الرقيب ما بتكلمش عن المحتاجين والأيتام، لا، ده أنا بتكلم على مستوى أعلى، أنا أقدم خدمات للذين يقدمون الخدمات. فإذا كان الصف الأول موجود، فالتجربة السورية في الحقيقة مميزة. وأنا شايف الدكتور عبد الرقيب لقط المسألة دي وبدأت تتكرر تاني، ففيهم ريال شهر. القضية الثانية، أنا استحيت الدكتور لما لقيت الأخوات والإخوة بتاع أونلاين ده، وأرجو لو نعمل مؤتمر تاني يا ريت نحط شاشة كبيرة لنا، عشان وإحنا قاعدين معانا 80 شايفين قصادنا 200 300 400، بحيث لما أتكلم ما أبصش هنا، أنا بحاول أبص كده وأبص كده، أبص على الشاشة، أبص على، أعتبر إن في الحقيقة everything can be virtual will be virtual. الدنيا هتتحول للفيرشوال كلها، بحيث احنا كلمنا الناس دي لكن ما كانوش في ذهننا، لما جاوا في الاخر هتلاقيهم هم باصين علينا. فانا اشعر بالحقيقه ان هم كانوا باصين علينا وانا مش واخد بالي ان هم موجودين خالص. انا بس كنت قلت ببدا الفراغ لحد حضرتك ما تيجي نخلص، وما كانش في حاجه. اذا كان في حاجه فانا بقول في بدايه الاعداد لهذا الكلام، انا شخصيا كنت متبني والدكتور هاني يعرف ان نعمل ورك شوبس تريننج، وانا عندي قناعه ان الناس محتاجين تولز، ازاي يكتب بروبوزل، ازاي يعمل حاجه، ازاي يعمل ده. استاذي الدكتور هاني اللي ما ينفعش اقول الدكتور هاني قال لي سيد بطل من الميكانيكيه اللي انت شغال فيها دي وخليك تشتغل في الحاجات. ما كنتش موافق لكن اتعلمت كتير، اشكرك. الكلام اللي اتقال النهارده انا تقريبا او يعني فعلا انا بقالي اكتر من 25 30 سنه في تحول حصل في فكري في الطريقه اللي اتكلمنا فيها بتاع الدكتور عصام والدكتور والاخ رضاح قنفر والدكتور سيف، يعني فعلا كان مساله نظريه. وانا قلت فكرت لاخويا هاني احنا بنتكلم على حاجه لكن ما كناش عارفين اسمها. لما ربنا سبحانه وتعالى كرم سيدنا ادم قال وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه، عرض ايه؟ لا، اسماء ايه؟ هي الاسماء بتعرض، عرض المسميات. انا ارى ان الانسان يتطور عندما يعطي المفاهيم الجديده اسم يستطيع يطورها. اخويا هاني واخويا غسان والاخوه الكرام في حاجات كنا بنتكلم عليها بس ما ادناش. العالم الغربي اعطى الاشياء اسم لما بيقول بروفيشناليزم. من الحاجات الجديده تريبل نيكسس ابروتش، يا ريت حضراتكم تشوفوا التريبل نيكسس ابروتش، حاجات حلوه. لكن اخوك هاني كان بيتكلم عليها لما بيقول لما نيجي نقدم اغاثه افتكر في الاغاثه دي نرجع لمشكله تحتيه في المجتمع في السيستمز الموجوده ففيد التنميه. وبعدين دي اللي قاله اخونا وضاح واللي قاله سعاده السفير ده لها جذور تحت، ده امر امضيه في ليل. فخلينا نخش الثلاث مداخل، النهج المترابط الثلاثي، نستجيب للحدث اللي فيه طوارئ، ندي شنطه غذائيه، نعمل حاجه، لكن نشوف السيستم نظام التعليم ونشوف نظام الكتاب البروبوزر والنظام الفني ونظام الاعداد، لكن نشوف ما هي المشاكل القيميه وما هي الفاليوز التي تنتج هذا كله. مساله كبيره. فبالثلاثيه دي انا بتصور الدكتور هاني لو بيقول ماذا بعد، فبالنسبه للي فوق انا متصور محتاجين لو هندي ورش ولا حاجه في المستقبل. بالنسبه للي تحت لازم نعمل سيستم في الادله. بالنسبه للدور انا تيجي ربنا يمكننا بالكلام اللي غسان قاله، مش بس نعمل ميثاق، ازاي ناثر على ده زي ما حضرتك كنت مشارك في القمه اللي فاتت، ازاي نؤثر على العالم عشان ما نغنيش لوحدنا بل احنا نشاز والناس يستغربوا. شكرا دكتور هاني. أحلام كثيرة نحاول نحققها.
بس مش معنى اننا هنفشل في تحقيقها اننا فشلنا. لابد ان نتوقف عن المحاولة. ده الاساس بتاعنا. كيف بدأ فكرة هذا اللقاء او المؤتمر؟ واحنا رفضنا نسميه مؤتمر. فكرة بسيطة جدا. انا بعتبر نفسي ان انا احد مستوعبين في الوكالة. كل ما اجي كل ما اجي اسطنبول اروح عندهم. وقبل كده كنت من احد المتطوعين في القضيه السوريه سنه 2011. ما زلت طبعا، بس هم خلاص الحمد لله بسم الله ما شاء الله دلوقتي اصبحوا اساتذه. يعني لما اسمع الكلام خالد وكلام محمد نجم وكلام جمانة وكلام رشداء وكلام خولة وكلام علاء وكلام أشرف مسلم، كنا بنتكلم على الجيل اللي هو ايه؟ الجيل الصغير اللي زي انا وانت. اما أشرف ده عجوز. صار في مقر لك ليش عازمه؟ ها؟ ليش عازم عنده للشباب؟ ها؟ أنا مش فاهم، مش سامع، بتتكلم إنجليزي أنت ولا إيه؟ فاحنا بقالنا دلوقتي 11 سنة بنحاول نلملم جراح ما كانش لنا أصل فيها. مش عارفين نروح ليبيا، مش عارفين نروح السودان، مش عارفين نروح اليمن، مش عارفين نروح سوريا، مش عارفين نروح الصومال. بنلملم. احنا زي الأم اللي عندها 50 ولد أو طفل وشالوا منها لأنهم خافوا، بتجري وراها في كل حتة عشان ترجعهم. ما عندهاش أمل إنها ترجعهم، لكن عندها أمل إنها تشتغل. فإحنا الأم تلكها لما بدأت الإمكانيات تعتبر بسيطة وأقل من البسيطة. دلوقتي لو آمي لكم بدأنا نعمل إيه؟ شبابنا قلت عنهم فاطمة وهاجر وآم وزكريا وزوم 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 ميتنج عشان ما عندناش فلوس نتكلم مع بعض نقعد مع بعض. فبالإمكانيات البسيطة دي ربنا نرجع للنية اللي أخونا اتكلم فيها. ربنا هو اللي سبب نجاح هذا الملتقى. لا فضل لأحد منا فيه على الإطلاق. عزالي انك تنسبوا النجاح لشخص. عزالي اللي ده بعد كده بيتحول لعبوديه وتكلس مؤسسي وتجبس مؤسسي او ركود مؤسسي. اللي هم الناس اللي يعيشوا طول عمرهم فوق واحنا تحت. ابدا. انا شخصيا لا ازيد عن زيكو زكريا. ولا عن البنات اللي انا تشرفت بالعمل معه. أقول كلمني وقام يقول لي احنا ناقصنا $5,000 اكلم المؤسسه اللي اسمها ايه؟ قول انت مش خايف خايف من ايه؟ انت ما بتتكلم يا جدع. اسمها ايه الحجاج اسمه ايه؟ بيقول هاند. بيقول هاند. بيقول هاند. بيقول هاند. يقول لي نعم. قول لي اديله $5,000. قول لي حاضر من عينيا. مش حد الالف 2005 والعشره عشان نعمل حاجة لو الناس شافوها هيقول لك دي مصروف فيها مئات الآلاف من الدولارات. كانت ساعات السفير أو غسان اتكلم عن مؤتمر القمة الإنسانية. عملنا فيه 39 ورشة في 36 دولة سنة ونص. ما دخلناش منها ولا مليم. كان كلها بحب الجمعيات. لما بقول لهم الأمم المتحدة معانا لدرجة إني قابلت السفير المصري في سويسرا قال لي أنت الأرقام دي مضروبة. قلت له مضروبة ليه؟ لأن ما حدش يقدر يعمل حاجة زي 36 في 36 في شهر في شهر. قلت له إحنا ما قلناش ولا جمعية حولنا مات. إحنا كنا بندفع تذاكر الطيارة بتاعتنا والتذاكر اللي هو الإقامة بتاعتنا والجمعية بتتكلف اللي هو حاجة القاعة. يعني المواشرة العمل اللي انت هتعملها الامم المتحده بتتكلف 50 60,000 دولار هي ال 5 6,000 بتوعها والجمعيه اللي بتدفعها. لما تلاقي ان الامم المتحده جايه وقاعدين والصوره بتطلع هنا وهنا فسكت السفير.
لان ما تخيلش ان العمل في حاجه اسمها بركه، في حاجه اسمها اخلاص، في حاجه اسمها دعاء. انا دايما بذكر قصه اخونا اللي هو سلطان ابو سلمان. سلطان ابو سلمان كان من 10 سنين بيموت بسرطان الحنجرة، بيموت. عارف انت الاثار اثار الفرد. والدكتور دخل لبنته ومراته قال خلاص انسوا ابوكم. البنت رفضت انها تنسى ابوها، الام استسلمت قالت ابويا مش هيموت. لا يا بنتي لما يجي انت بقى تقولي ما يموت ما يموتش، انا بقول لك اللي عند ابوكي مفيش، في غيبوبه وسرطان والعلاج فشل. اتصلوا بالمسؤول عن المخيم ام جرجوريا سعاده السفير في شرق السودان، قال لهم سلطان بيموت، كل المخيم قعد يدعي السلطان من صلاة الظهر لبعض صلاة المغرب. سلطان تاني يوم ربنا شفاه، سلطان عايش لغاية دلوقتي. فحذاري إن احنا نتعامل مع الفقراء بعلوية، أبدا هم أصحاب الحق، ونبطل نستعمل كلمة مستفيدين. عيب أوي، عيب قوي ان عليهم مستفيدين هم اصحاب المال. عيب قوي خدت على اختي يمنية مش لاقي تاكل ولادها ولا الشجر وابنها اتخطف منها، او سوريا زي ما كانت اختنا نجلاء بتقول من اللي هم كانوا بيضطروا انهم يبيعوا نفسهم عشان ياكلوا ولادهم. عيب اسميها مستفيده، عيب. هنا دكتور وسعادة السفير احنا عايزين نحط تعريفاتنا احنا، ثقافتنا احنا، فلسفتنا احنا، قيمنا احنا. لابد نثق في انفسنا، مش كده ان احنا مش واثقين في نفسنا، مش قلنا ان احنا محاربين او محاصرين بحرائق زي الام اللي مش عارفه تلم ولادها وبيتها بيوم. فاعتبروا ان كل واحد فينا هنا ام. الام اللي بتلم الجراح وتضمد الجراح بتلم الاسره، هو كل واحد فينا بغرفه. والطريقه اللي اتعمل بها المرتقى ده بالنسبه لكلهم هي طريقه ابداعيه في ايه؟ في البركه. ان ربنا اصر ان ننجح بامكانيات اقل من محدوده. مشيئه الله سبحانه وتعالى. عشان كده الشكر موصول دائم لله. وحذاري ان احنا ننسى ان ربنا هو صاحب كل شيء. اسمها ايه؟ استغفروه اذا جاء نصر الفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا سبح بحمد ربك واستغفره كان رسول يدخل مكة مطأطئ رأسه تواضعا لله. في يوم النصر وانتوا النهارده بتؤطروا لعصر جديد، وانا أصر على هذا لأن أنا مؤمن بيه. طبعا أنا مؤمن بيه، أنا بلزمكم إنكم تعملوا، لكن أنا أصر على هذا. أنا أشعر
نحن لابد أن نؤطر عصر الدين. كل واحد فينا يرى أن العمل الاجتماعي هو عمل أساسي في استمرار مسيرة الأنبياء. لن نخجل من أننا نقول أننا تبع للأنبياء. هنا بقى التبعية دكتور إيهاب. أنا تابع فعلا، بس تابع مين؟ تابع إبراهيم. تابع لمسيرة الأنبياء. لكن آخرين إن أصبحت أنا تابع لمحمد صلى الله عليه وسلم سيكون هم تبع لي. دي الرسالة. إن تبعنا أثر الرسول صلى الله عليه وسلم تبعنا الفكرة هذه الآخر. بس نشكركم طبعا ومعنا كيف أتحدث ونقوم لا نقوم ها نقوم. تعال يا عبد الرحيم، لا أستطيع أن أختم هذا اللقاء بدون الحكمة اليابانية. والإيمان الياباني عيب علينا. نزار في الأخت تقول اليمن، عيب علينا اليمن، عيب علينا اليمن. عارف اليابانيين يبقوا مين؟ أخوال الرسول صلى الله عليه وسلم، أخوان نحن شايفينهم بيتعبوا فيه بالأفعال. جزاكم الله خير. وأنا اسمحوا لي عنكم جميعا أن أقبل رأس هذه المقامة ثلاثة، وأنا أعتقد إلى أنكم موافقون جميعا على هذه التقبيلة الثلاثة. موافقون؟ موافقون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وما توفيقي إلا بالله. الله عز وجل هو الذي وفق، وهو الذي قدر، وهو الذي أعان. ولا يسعنا في هذا الموقف إلا أن نذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ألهمني رشدي وقيني شر الناس. هذا حديث عمران بن حصين لما أسلم حصين والد عمران، قال له: إذا أسلمت أعلمك كلمة. فلما أسلم قال له: يا رسول الله قد أسلمت، قال: فقل: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. نسأل الله أن يقينا شر أنفسنا. إخواني جميعا، نحن وقد ولانا الله عز وجل على هذا العمل الخيري، هي منحة من الله عز وجل. فإن أحسن الاستقبال استبقاها في أيدينا، وإن لم نحسن الاستقبال نزعها وأعطاها الناس الآخرين. لا يسعني إلا أن أشكر باسمكم هذا المربي والعلم من أعلام العمل الخيري الذي يقدم نموذج للمربي المتواضع الذي يريد أن يعطي كل ما لديه للشباب ويورث الشباب. 25 سنة من حياتي في العمل الخيري حضرت مؤتمرات كثيرة، لكن لم أجد هذا التواضع وهذا التوريث. ولذلك نحن لا يسعنا إلا أن نقول للدكتور: جزاك الله خير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. إخواني، الأحلام كثيرة. أنا عندي قائمة حلمت فيها، حلمت، لا أستطيع أن أذكرها لكم الآن، سأقدمها للإخوة. لكن هذه الأحلام يوم من الأيام سوف تتحقق. أنا مع إخوان اليمنيين وأقول لكم: الوكالة اليمنية الدولية للتنمية حسنة من حسنات هذا الرجل.
من أول الخطوات ونحن اتصلنا بالدكتور هاني فلبى النداء من بريطانيا وجاء إلينا ووضعنا أسس هذه الوكالة على يده. وبالتالي لما تقول أين اليمن؟ أين اليمن؟ اليمن في حاضر ووجدان الدكتور هاني. أقول الأحلام كثيرة، لكن أنا وإخواني لما أسسنا مؤسسات في اليمن كنا نعتبرها أحلام، ثم أصبحت حقائق. اليوم نحن فعلا نؤسس لعصر جديد. لا نستطيع أن نأتي بهذه الأحلام دفعة واحدة، ولكن فقه الأولويات مطلوب. قلت لسعادة السفير بعد ما انتهى، قلت له أنا عضو المكتب التنفيذي في اتحاد المنظمات العالم الإسلامي 10 سنوات، ما رأيك بعد الملتقى أن نقابل أيوب أكبر الأمين العام الجديد ونحاول أن نفعل الموجود مثل ما ذكر الدكتور؟ فأنا أعتقد أن الموجود لو فعلناه سننطلق إن شاء الله تعالى انطلاقات كبيرة جدا منه. لا أطيل عليكم، وربما الذي استفدنا واستمدت هنا شخصيا من هذا الملتقى لم أكن أتوقعه، وفعلا أنا مع الدكتور سيد أنه أعاد لي كثير من مفاهيم العمل الإنسان، وأستطيع أن أقول أنا اليوم مولود جديد في موضوع العمل الإنسان. سوف أخرج الحقيقة أشتغل على نفسي وأحاول بقدر الإمكان أن أصحح وأن أسدد الخلل. وبهذه المناسبة أنا أدعو الإخوان اليمنيين أن نعمل العمل المشترك الذي من شأنه أن نستفيد من تجارب الآخرين لنساهم ليس في اليمن فقط بل نساهم في غيرها من المدة. أشكر الله سبحانه وتعالى الذي هيأ لنا اللقاء، وقد اتصل بي بعض الإخوة من دول لما رأوا إعلانات الوكالة والمؤتمر قالوا لماذا لم تدعونا؟ إحنا حريصين الحقيقة أن نحضر. قلنا لهم سامحونا الحقيقة الإمكانيات بسيطة، وكورونا أثر فينا كثير جدا على ميزانيتنا وإمكانياتنا، لكن عزاؤنا أنكم معنا في السوشيال ميديا، وأنا أدعو من خلالكم جميعا بعضا من الأعلام الذين لم يتسنى لهم الحضور ولهم دور بارز في العمل الخير كرؤساء مؤسسات وشخصيات إلى الآن ما زالت تعمل وتعطي في كل مساحة وطن العربي والإسلام، أن نتداعى في مؤتمر نوعي، ملتقى نوعي نتجاذب فيه مثل ما تجاذبنا اليوم أطراف الحديث عن هذه المسيرة الجديدة، لأنهم مثلما يتحركون شوقا للتغيير سيكون لهم أيضا أثر كبير جدا لو انضمت جهودهم معنا. فنحن لا نستطيع الحقيقة أن نحقق أحلامنا وهي بهذا الضخامة إلا إذا وضعنا أيدينا في أيدي بعض، إنما المؤمن الإخوة. يا رب أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت. أسألك يا الله أن ترزقنا القبول والإخلاص، وأن تحسن خاتمتنا جميعا وخاتمة هذا العالم من أعلامنا. يا رب كما جمعتنا في هذا الملتقى اجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى يا الله، وقنا شرور أنفسنا وألهمنا رشدنا يا رب. جزاكم الله خيرا، جزاك الله خيرا على إتاحة هذه الفرصة. في تكريم للإخوة الضيوف دقيقة واحدة بس، يلا يا وائل. هي هدية بسيطة جاية من المركز الدولي للقيم الإنسانية والتعاون الحضاري الدكتور حكيم. طيب هنبدأ بالوكالة اليمنية الدولية للتنمية الدكتور عبد الله. وين؟ شوي عن كلمة السلام. جمعية الوصول الإنساني الدكتور محمد محفوظ الأمين العام أو المدير العام.
نيو هاندز الاستاذ هاشم معاون با استاذ هاشم مش موجود. طيب الاكاديميه الانسانيه للتنميه دكتور سيد زينب. ومنصة تكامل دكتور زايد. وفي دفع بقى الأستاذ حكيم دكتور حكيم مصمم هو خاص بالدكتور هاني البنا. جزاكم الله خير يا اخوانا. احنا كان المفروض ان احنا نكرم كل المشاركين في هذا الملتقى، ولكن يعني سامحونا الهزاله جاءت قليلا، ونتمنى ان احنا ناخد صوره جماعيه بقى. هل نستطيع حاجه زي كده؟ هل نستطيع؟ بس مش على المنصه. يخلي الناس قاعده احسن او جرس. في بس تكريم اخير وهو اول في نفس الوقت. سعادة السفير عطاء الليل منن، تفضل. خلي بالكم يا شباب، السودان فضلها علينا كبير. انا احد الناس اللي اتعلمت من خلال الكوارث اللي حصلت في السودان. بدأنا العمل 84 استجابة للاجئين الذين دخلوا السودان من اريتريا. فإجلالا هذا الشعب الكريم والشعب النيلي، وأنا سمكة نيلية متميلة على عيني.